اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي يحاور، ونرحب نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا وايضا نائب مدير قطاع الناشئين حاليا في النادي الاهلي الكابتن محمود صالح. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك وسعداء جدا بوجودك معانا النهارده. وانا سعيد بوجودي يعني مع حضرتك. هنتواصل معاك على الهواء مباشره، وعندنا اسئله كتيره جدا حضرها زملائنا في فريق او اسره اعداد البرنامج، فضلا عن التاكيد وان احنا نذكر حضراتكم مره ثانيه هنركز على التواصل كمان مع حضراتكم، كل التساؤلات او اي اراء تحبوا توجهوها على الهواء مباشره من خلال هذا اللقاء لضيفنا ونجمنا الكابتن محمود صالح من خلال هاشتاج اسأل محمود صالح. خلونا نبدأ مع حضراتكم ومع ضيفنا الكابتن محمود بمتابعة هذا التقرير. محمود صالح اسم لا يحتاج لتعريف، يكفي أن تقول الاسم مجردا لتجد ملايين من جماهير الأهلي تتذكرون نجم فريقها في حقبة الثمانينيات. هو صاحب الأخلاق العالية، كان صخرة الدفاع الحمراء منذ أن لعب للفريق الأول وحتى غادر المستطيل الأخضر عام 1992. ولد محمود صالح أسطورة الأهلي في بولا على نيل مصر الخالد، المعروف بعشقه وولعه للمارد الأحمر والذي لا يبعد كثيرا عن هذا الحي العتيق. تدرج الكابتن محمود صالح في جميع فرق الناشئين بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، ولعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيل العمالقة، وعمره لم يتجاوز 20 عام. رغم تناوب الأجهزة الفنية لتدريب الفريق الأحمر، إلا أن محمود صالح احتفظ بمكانه منذ أن تم تصعيده عام 1981 وحتى اعتزاله كرة القدم عام 1992. شارك مع الأهلي فيما يصل إلى 400 مباراة، ورغم التألق والحفاظ على مستواه بصورة مستمرة، إلا أن محمود صالح كان سيء الحظ للغاية مع المنتخب الوطني، حيث لم يشارك سوى في 12 مباراة فقط. حقق محمود صالح مع النادي الأهلي العديد من البطولات على المستوى المحلي والقاري، حيث فاز مع الأهلي بخمس بطولات للدوري وست بطولات لكأس مصر وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا وثلاث بطولات لكأس الكؤوس الإفريقية. يتميز الكابتن محمود صالح بأعصاب حديدية بجانب الهدوء والاتزان، لقب بصخرة الدفاع في ذلك الوقت بعد أن سطع نجمه في قيادة دفاع الأهلي بعد النجوم الكبار الذين لعبوا في هذا المركز الخطير أمثال مصطفى يونس، حسن حمدي، ماهر همام. بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب بعد مشوار طويل من العطاء، فعمل مع الجهاز الفني لبتروجيت وإمبي، وهو يعمل حاليا كنائب لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي. عن الجيل الجديد ومستقبل فريق الكرة وبطولة الكأس الدولية التي أقيمت مؤخرا في دبي، معنا اليوم للحديث عنها محمود صالح صخرة الدفاع. كابتن محمود اهلا بيك مره ثانيه وسعداء بوجودك معانا. طبعا التقرير اشار لمرحله البدايات وذكريات البدايه وانطلاقتك مع النادي الاهلي ومن النادي الاهلي الى منتخب مصر وتاريخ حافل من العطاء ومن الانجازات والبطولات، لكن خلينا نبدا مع حضرتك ومع مشاهدينا بالحاضر والمستقبل ونعود تدريجيا نتحرك في اتجاه الماضي في هذا الحديث وصولا للحظه البدايه او بداياتك مع كره القدم حتى قبل انتقالك للنادي الاهلي. كابتن محمود التقرير بس أشار لأمر معروف عنك في الوسط الرياضي هو الثبات الانفعالي والهدوء والاتزان والأعصاب الحديدية، هل ده فعلا جزء من شخصية محمود صالح بشكل عام ولا كلاعب كرة قدم بس يعني، ولا ده في طبيعتك الهدوء وعدم التسرع والانفعال؟ لا، فأي سلوك في الملعب أكيد بيبقى مرتبط بالسلوك خارج الملعب، يعني مفيش شك جزء من الشخصية العامة للإنسان. طبعا طبعا طبعا، بس الملعب بقى بيبقى فيه نوع من التوجيه برضو. عندك الكباتن، لما صعدنا في بداية حياتنا مع في الفريق الأول بتتأثر بالكباتن الكبار الموجودين، بالمسؤولين اللي في النادي، المدربين اللي بيدربوك، فيعني أكيد دي بتبقى خبرات بتضيفها، أو يعني بتديك هدوء في الملعب واتزان، صفات بتكتسبها. خصوصا دور المدرب مهم الحقيقة، ودور المسؤول هو بيبقى برضو بيمثل لك القدوة والمثل الأعلى، فمهم جدا الصفات دي تكون موجوده في المسؤول او المدرب اللي بيدرب اللاعب،
عشان تنتقل للاعب، وده اللي احنا يعني شايف ما يميز الاهلي. كمسؤول يعني في قطاع الناشئين مع دكتور عمرو ابو المجد وكنائب مدير القطاع، شايف انه من عوامل نجاح اي مسؤول في قطاع من القطاعات سواء رياضي او غير رياضي هو فكره الهدوء وعدم التسارع في القرارات، او ان مبقاش في قرارات انفعاليه. طبعا مفيش شك، مفيش شك. ودي طبعا يعني كمان سمه في دكتور عمرو ابو المجد، شخصيته اقرب. شك طبعا الدكتور عمرو استاذنا في كليه التربيه الرياضيه ويتولى طبعا مسؤوليه رئاسه القطاع، وبنستفيد طبعا في شك بوجوده معانا يعني في كل المواقف. طيب لو حبيت تعرف الساده المشاهدين بشكل عام، تقول لهم ملخص لما تم عمله وانجازه في القطاع في الفتره اللي فاتت، الاهداف اللي اشتغلتوا عليها بالتنسيق مع لجنه الكره ومع مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، عايزين حضرتك تقول لنا بشكل عام كل ما تريد ان تقوله ايجابي عن القطاع، لاننا هننتقل للحديث عن المشكلات والسلبيات اللي بتشتغلوا على حلها في القطاع. تمام. هو ما فيش شك العمل في القطاع الناشئين عمل مهم جدا ومسؤوليه كبيره الحقيقه. يمكن في ناس بتعتقد دول اولاد صغيرين بيبقى المهمه سهله، بالعكس دول يعني دول النواه ودول مستقبل، انت بتعمل مستقبل للنادي الاهلي وبتعمل يعني الركيزه الاساسيه للاعب كره القدم. والركيزه الاساسيه مش نواحي تعليميه بس، يعني مش انت بتعلمه مهارات كوره او بتخليه يكتسب نواحي بدنيه او نواحي خططيه. مهم برضو الجزء التربوي والجزء التعليمي، لازم يعني الاثنين متوازيين، يعني حريصين على متابعه مستوى الاولاد تعليميا. طبعا طبعا مش تعليميا، اقصد في الدراسه في المدارس فقط، انما اللي هي سلوكياته كمان، سلوكيات والصفات الاراضيه والولاء والانتماء والصفات الروح الرياضيه اللي لازم يكون مكتسبها. وما فيش شك هو اللاعب عشان ينجح لازم يكون مكتسب، لازم نعلمه دي ونعلمه دي. لكن هل فعلا مهتمين كقيادات في قطاع الناشئين في الاهلي بمتابعه ان الولاد مركزين كمان او عاملين توازن بين حبهم للرياضه وجودهم في النادي الاهلي باسمه الكبير؟ طبعا. وطبعا ده واخد منهم وقت كبير وجهد كبير جدا. طبعا. وانهم عاملين توازن مع حفظهم او تركيزهم على دراستهم في نفس الوقت؟ ده اللي احنا بنحاول يعني انها مهمه صعبه جدا. طبعا طبعا مهمه صعبه. في المراحل الكبيره شويه الدنيا بتبقى سهله شويه. حتى في ناحيه المستوى الفني وكده بيبقى الامور واضحه والتباين او الاختلاف فيها بيبقى ضئيل جدا. يعني انا اقدر نقول دلوقتي من 17 سنه مثلا لو قدرت تحط مثلا مين اللاعبين اللي هم مرشحين يكملوا في الفريق الاول هتبقى المهمه سهله شويه. انما في قطاعات الناشئين في تباين كبير وفي اختلاف كبير قوي من مش موسم بس، في خلال شهر بتختلف مستويات اللاعب نفسه. اللاعب الواحد مستوياته بتتغير من فتره يعني يمكن حتى يعني من تجربتنا او خبرتنا في الفتره اللي فاتت دي، طوال السنين اللي فاتت دي، طفره النمو بتفرق. يعني انا ممكن تكون من 13 سنه في طفره، في 17 سنه بتبقى في طفره كبيره في النمو، دي برده بتفرق في مستوى اللاعب بشكل عام. ومن خلال يعني احنا النهارده لو حطينا المرشحين مثلا في العشر سنوات او 12 سنه، مين اللي انت شايف ان هم يقدروا يكملوا في الدرجه الاولى؟ ممكن بعد شهر شهرين الراي ده يختلف. فهنا صعوبه العمل مع قطاع الناشئين، والحرص لازم يكون مهم جدا جدا، ومحتاج ناس فاهمه كويس، ناحيه علميه مهمه جدا. طبعا الاستاذ الدكتور عمرو ابو المجد يعني استاذ في كليه التربيه الرياضيه، مهمه جدا موضوع النواحي العلميه دي تكون ملم بيها جدا، لانها بتحط مؤشرات انت بتتكلم على مستقبل، يعني مش حاضر بعد سنه بعد اثنين لعيب عنده 18 19 سنه. يعني خطط العمل بتاعتكم انا بتكلم على قطاع المدرسه على فكره. انا كل تركيزي على قطاع المدرسه اللي انا مسؤول عنه. تمام. فهي دي المشكله يعني. يعني لو بصينا في الماضي حتى ما بديت بعد فتره اعتزال على طول وابتديت اشتغل مع قطاع المدرسه في بدايات يعني مع التدريب، حسيت بالنقطه ديت يعني وجدت فيها صعوبه كبيره. انما انت دلوقتي ممكن مع الخبرات انت بقى بيبقى مخك شغال اكتر، خبرتك اكتر، اخدت يعني يمكن دور في النواحي الدراسيه، اخدت دور كبير يعني فيه. فدي يمكن دي بتساعدك شويه. بمعنى ايه بقى النواحي الدراسيه؟ بمعنى الدورات التدريبيه الخاصه باعداد الناشئ وتاهيله. يعني عايزين نوضح ده اكتر. دي دورات تدريبيه، وانا خريج تربيه رياضيه ومعايا ماجستير، والمفروض اناقش برضه دكتوراه بعد ثلاث شهور كده ان شاء الله باذن الله. لما حضرتك بتقول النواحي الدراسيه تحديدا، بتقصد بيها دراسه وتاهيل المدرب الكوادر اللي بتقود القطاع، ولا النواحي الدراسيه الخاصه بالبرنامج العلمي اللي بتنفذوه مع الاولاد؟ يعني تقصد تأهيل. 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 التأهيل.
مفيش شك التأهيل والناحية العلمية مهمة جدا، خصوصا في قطاع البراعم أو قطاع مدرسة الكورة. يعني لو اشتغلنا ما اهتمناش بالنواحي العلمية أكيد هيبقى في مشاكل كتير قوي في القطاع. القطاع أنا شايف يمكن السنوات اللي فاتت يعني بداية لعبنا في مع بداية التمرينات أعتقد كان نجاح قطاع الناشئين أكتر من دلوقتي الحقيقة. يمكن احنا برضو بنتحمل مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله بنتمنى إن احنا نرجع للفترات السابقة. يعني أنا لو حضرتك لو تذكرت فترة مع بداية صعود للفريق الأول سنة 81، احنا كان في عناصر كتير قوي كانت لسه تحت السن وكانت بتلعب، يعني وصلت انها تكون الدرجه الاولى لا مش انها تشترك بس في المباراه او تتدرب مع الفريق الاول، لا دي كانت عناصر اساسيه موجوده مؤثره في الفريق بالظبط. عناصر اساسيه لو اقول اسماء حضرتك اكيد هتوافقني الراي. كنت موجود انا وحسام البدري وربيع ياسين وعلاء ميهوب وطارق وزيد، كل العناصر دي كانت تحت السن على فكره. موجود برضو شريف عبد المنعم كان اصغر منها او اكبر منها بسنه، كان موجود زكريا ناصر في نفس الجيل. بعد كده حتى الاجيال اللي جت كان سنها صغير، اسامه عرابي وضياء السيد وكان موجود حشيش وحمد ابو رادي، كان متوسط الاعمار الحقيقه صغير يعني جدا في الفتره. كان قطاع الناشئين في الاهلي غني جدا وبيطلع جدا. عناصر غني فنيا اقصد، بيطلع عناصر مؤثره جدا بتبقى نجوم في المستقبل. انا بكلمك يعني في الفتره برغم امكانيات ومستوى اللاعبين اللي كان موجود في الفتره دي. طيب انا هسمع بدايه من حراسه المرمى، وبعد كده طبعا جه برده شوبير جه بعدين برده وكان بيتدرب. هنكمل كلامنا مع حضرتك كابتن محمود، لكن عايزين ننتقل للحديث مع الكابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005، هيكون معانا بعد قليل، لان المشاركه في الدورات دي الكل بيسعد بيها. شفنا لقطات وتقارير فيها لقطات ومباريات واهداف من خلال مشاركة الأهلي ببعثته في هذه البطولة الدولية الودية. بتشوف الحاجات دي ازاي كابتن محمود، تأثيرها وتقييمكم لنتائج المشاركة والاحتكاك الدولي لفريق مواليد 2005؟ هو طبعا مفيش شك بنشكر مجلس الإدارة، وبنشكر برضو اللي كان ليه دور كبير برضو الكابتن خالد مرتجي في الشراكة النادي الأهلي. انما برضو هو اسم النادي الأهلي كبير الحقيقة، يعني أكيد الدعوة بتيجي، انت ما بتطلبش يعني انك المطالبة انك تشترك، هي الدعوة بتجي لك. احنا النادي الأهلي اكبر نادي في افريقيا ونادي القرن، واسمه يتخطى القارة يعني الحمد لله، وانا حسيتها الحقيقة في تواجدنا هناك. فدي نقطة مهمة يعني بحاول يعني بتساعدنا كتير قوي في ان عندنا فرصة ان احنا نشارك في الدورات ديت، وعندنا فرصة طبعا ما فيش شك ان احنا دايما النادي الاهلي بتجي له دعوات، واعتقد الفتره الجايه في فرقه تقريبا 99 ان شاء الله هتسافر دوره برضو دوليه في الصين. البطوله ديت كانت بطوله مهمه وبطوله كبيره الحقيقه، في 20 فريق بيمثلوا تقريبا كل قارات العالم، يعني موجود فرق من كندا بتمثل امريكا الشماليه، موجود فرق من اوروبا احسن يمكن اقوى فرق العالم، موجود برشلونه ريال مدريد سلتا فيجو برضو، موجود يوفنتوس موجود انديه كبيره على مستوى الوطن العربي موجوده برضو، في فرق موجوده من اليابان وفي فرق من افريقيا. فرقه غانا استطاعت ان احنا في النهائي تفوز على ريال مدريد وتحصل على البطوله، يعني انا شايف بطوله كبيره جدا، مهم جدا تواجد، لان احنا ما فيش شك يعني المشاهده غير انك تحتك احتكاك مباشر مع الفريق. طيب هنرجع نكمل كلامنا، نشوف مرحلتين، مرحله التحضير للبطوله دي كانت ازاي، وكان رؤيتكم لتجهيز اولادنا بافضل شكل ممكن قبل المشاركه في البطوله بهذا المستوى الفني القوي اللي اشرت له يا كابتن محمود في حديثك دلوقتي. هنسمع رؤيه المدير الفني لفريق النادي الاهلي للناشئين مواليد 2005 الكابتن احمد سمير. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا محمد، حضرتك اهلا وسهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا يا كابتن احمد. ربنا يكرمك حبيبي، الله يكرمك. كابتن احمد، اولا مبروك الظهور بالمستوى ده والمشاركه والحضور دوليا في مراحل عمريه مختلفه او مراحل الناشئين، يعني قبل كمان ما نصل لمراحل الشباب او الاقتراب من مرحله التاهيل للفريق الاول او الدرجه الاولى في النادي الاهلي. شايف ازاي تجربه المشاركه في الدوره الدوليه الوديه؟ لا والله كانت تجربه مفيده جدا. الاول بمس على الكابتن الكبير والنجم الكبير بتاعنا كابتن محمود صالح، بمس عليه وكل فضل. ازيك يا كابتن احمد، ازي صحتك؟ الله يخليك يا كابتن، ازي حضرتك كابتن؟ الحمد لله الله يكرمك. لا هي كانت تجربه طبعا جميله جدا، وكانت تجربه مفيده لنا. احنا طبعا الاحتكاك بالفرق الاوروبيه، وبنشوف ثقافات ثانيه، وبنشوف تعامل ثاني مع اللعيبه داخل الملعب. يمكن احنا هنا بفضل الله احنا متصدرين البطولة بتاعتنا بفضل الله مع انبي وبنفس النقاط، ولكن احنا فادين بالاهداف. يمكن كان عندنا بطولة جمهورية استعداداتنا، كان عندنا بطولة جمهورية بتلعب في نادي الصيد، يمكن كان فيها اهلي وزمالك ومقاولين قبل ما نسافر باسبوعين، خدنا المركز الاول في 2005 وعملنا نتائج كويسة.
ولكن الاختلاف هنا بقى ثقافات ثانيه ودول ثانيه. النهارده انت بتتفرج على برشلونه، ريال مدريد، يوفنتوس، ليفربول، غانا، انجولا، زي ما الكابتن قال كندا، فرق من الامارات، فرق خليجيه، لا كان يعتبر كاس عالم للقارات. طب هسألك يا كابتن احمد سؤال صريح شوي، حجم الفرق واسماء الانديه الاشهر في العالم اللي شفت فرق بتمثلها من مراحل مواليد 2005 في البطوله دي، هل ممكن تفيد وتثقل خبرات المدرب نفسه؟ يعني ممكن تكسبك بعض الخبرات اللي بدورك هتنقلها للاعبين؟ طبعا كل مكان يا فندم فيه ايجابيات وسلبيات، اكيد احنا شفنا ايجابيات كتيره جدا لازم احنا نتعلم منها. يعني اكيد فرقه برشلونه وريال مدريد انا شفت كوره غير، يعني زي ما الناس بتلعب زي الفريق الاول بالظبط، مفيش الناس حته استنزاف الطاقه باقل مجهود، اللعيبه بتلعب من رجل لرجل، تحركات على اعلى مستوى، ما بيعملوش مجهود، الكوره بتتنقل بشكل سلس جدا وتحركات في ظهر المدافعين. لا دي حاجات تخلينا احنا كمان نشتغل على، يمكن كابتن محمود كان عامل معايا اجتماع امبارح فبيتكلم في الحته دي، كابتن محمود دايما يعمل لنا اجتماعات فبيناقش حته السلبيات اللي بتبقى موجوده وبننمي الايجابيات اللي عندنا. فمن ضمن الايجابيات اللي احنا شفناها كابتن محمود كنا بنقول ان احنا مهاراتنا زي مهارات الناس اللي بره بالظبط، ولكن في حاجات ثانيه فارقه عندنا شويه، حته القوه والصحه شويه يمكن هم بيهتموا بيها، يمكن اجسام الاولاد هناك في اوروبا برضو ما شاء الله، يعني انا فعلا شاكك ان هم في كام لعيب كده تحس ان هم مش طبيعيين ما شاء الله، اجسامهم جامده جدا. الحاجات اللي هي فيها ثوابت والكور الثابته بيشتغلوها بشكل منظم يخليك انت تتعلم، وفي اخطاء انت بتحاول ان انت تعالجها، واي ايجابيه عندك انت بتحاول تنميها. لا مدارس مختلفه، كل أكيد. مدرسه أكيد. لها فكرها وكل مدرسه لها شغلها. زي ما بقول لحضرتك برشلونه وريال مدريد لا حاجه جامده جدا، التجربه مفيده، التجربه مؤثره جدا ومفيده جدا فنيا من وجهه نظر. طبعا يمكن احنا وقعنا مع فريقين من اسبانيا، لا انا راضي عن اداء الولاد بشكل جيد جدا، والكابتن محمود راضي، كان حصل اجتماع معايا مع كابتن زيزو والاستاذ خالد المرتجي، اتكلم مبسوط جدا من اداء الولاد، يمكن كانوا هم بيروحوا للولاد لما بيتغلبوا الماتشات يروحوا يقولوا لهم لا ما تعيطوش، انتوا عملتوا مباراه كويسه وانتوا هايلين، ولازم تتعود على ثقافه المكسب والخساره، انت متعود هنا في مصر انت بتبقى رقم واحد بفضل الله، ولكن العالميه بقى انت النهارده لا، النهارده بقى لنا فتره طويله. طبعا انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والناس اللي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نسافر، المسؤولين كابتن عمرو ابو المجد، كابتن محمود صالح، كابتن خالد جد الله، كابتن اكرامي، كابتن سامح حسني، الناس دي يعني ساعدتنا برضه في حته السفر ده، فبتفرق معانا كويس جدا ان احنا نتعلم نستفيد من الخبرات اللي احنا شفناها دي، فحاجه كويسه يعني انا مبسوط جدا، ونتعلم طبعا ونستفيد من كل التجارب اللي بتقابلنا على طول ان شاء الله. بالتوفيق وان شاء الله تكون تاثيرات ايجابيه جدا لهذه المشاركات الدوليه والاحتكاك مع خبرات ومدارس كرويه مختلفه في المراحل العمريه المختلفه ومنها مرحله مواليد 2005، وبالتوفيق ونجاحات ونتائج افضل ان شاء الله محليا ودوليا. بشكرك جدا كابتن احمد سمير المدير الفني لفريق كره القدم في النادي الاهلي مواليد 2005، شكرا جزيلا كابتن احمد. تعليقك على كلام الكابتن احمد يا كابتن محمود. انا باكد كلامه، يمكن اتناقشنا في الموضوع ده، حتى الدكتور عمرو ابو المجد طلب مننا تقارير والحقيقه اتناقشنا معاها، واحنا يعني من النواحي المهاريه احنا قريبين جدا من العناصر، احنا يمكن ما فيش احتكاك مباشر كماتشات، انما في فرق كبيره واحتكينا بيها، يمكن يعني للاسف يمكن ما لو كنا كملنا في النهائيات يمكن كان يبقى في عندنا فرصه كويسه ان احنا او عندنا فرصه لمقابله الفرق الكبيره زي برشلونه وريال مدريد. انما اللي بيطمننا الحقيقه في النواحي المهاريه قريبه، ولكن النواحي البدنيه في صالحهم الحقيقه، دي نقطه. النواحي الخططيه، الوعي التكتيكي عند اللاعبين والذكاء، هنا بقى كلام كابتن احمد اللي قال دول بيلعبوا زي الفريق بالزبط. الاول في برشلونه وريال مدريد، الكوره هي اللي بتتحرك باقل مجهود للاعب. بس انا بقارن بين مستوياتنا وبين اعلى مستوى في العالم. ده صحيح، بالعكس ده لازم التقييم ده مهم بالزبط. جدا بالظبط، واحنا لازم نبص على اعلى مستوى اكيد، ويبقى ده هدف لينا. يعني في فرق عربيه لا احنا متفوقين عليها مفيش مشكله، انما بتكلم على يعني الفرق الكبيره اللي على مستوى العالم. يعني ممكن تغيروا طريقه لعب الاهلي تدريجيا في الاجيال اللي جايه من بدايه التغيير اللي هيحصل من الناشئين، يعني اما تشوفوا طرق مختلفه ممكن تطبقها على الفريق اللي مرحلته العمريه دي او سن اللاعبين ده، ممكن تبداوا تفكروا تغيروا طريقه اللعب. مفيش شك، ما ده اللي احنا استفدناه من الحقيقه من الدوره، يعني ان الجانب الاخر يعني الجوانب البدنيه والخططيه دي لازم نفكر فيها. البدنيه يعني من بدايه الانتقاء لازم يعني نفكر في نهتم جدا بالنواحي البدنيه. مفيش شك احنا برضو عندنا مشكله او يعني لينا طريقه كده اسلوب مش كامل في اختيار الناشئين.
دايما بنهتم بالنواحي المهاريه وده مش كافي، لازم النواحي البدنيه يكون. شفت فوارق في بعض الفرق في احجام اللاعبين وقدراتهم العضليه والبدنيه في نفس السن في 13 سنه؟ انا بتكلم لا في فرق كبير الحقيقه في صالح الفرق الكبيره، وزي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم على المستوى الاعلى واللي احنا دايما ده نحطه هدف لينا. برضو النواحي الخططيه هم برضو متفوقين، احنا برضو عندنا برضو في التدريب في وضع البرامج التدريبيه عندنا، انا بحب اقول يعني اتكلم عن السلبيات اللي احنا ان شاء الله عايزين نصلحها. اكيد احنا والنادي الاهلي دايما بيقيم بشكل موضوعي بالزبط. عشان يقدر يصلح اي قصور موجود للافضل ويكمل منظومه النجاح بالظبط، يبقى في تطوير لقدام ان شاء الله. مهم جدا النواحي الخططيه نهتم بيها حتى في السن الصغير ده، يعني كله يبقى جنبا الى جنب، بحس بس المهم انك تحط البرامج التدريبيه دي ما يتناسب مع العمر. يعني هل هتهتموا اكتر بالاختيارات الخاصه بالمعايير البدنيه والقوه العضليه للاعب وحجم وطول اللاعب في المرحله العمريه دي؟ النواحي الخططيه عند اللعيبه سواء فرديه او جماعيه مش هيبقى التركيز على الجانب المهاري بس، لا لا لازم توازن بين كل لازم ده يمشي في خط واحد متوازن مع بعضه. بس المهم انك تحط برامج تتناسب مع الاعمار مع المرحله السنيه، يعني اللاعب اللي عنده 10 سنوات مثل اللاعب اللي عنده 12 مثل اللاعب اللي عنده اكيد. برضه الناحيه دي محتاجه نواحي علميه يعني فيها قياسات دقيقه بقى بالزبط. المواصفات ومعايير ووزن بالزبط. وطول اللاعبين المناسب اكتر في كل سنه بالظبط، واحنا ما عندناش قياسات عندنا قياسات سابقه. يعني النهارده في لعيبه تفوقت مثلا وجالها حتى احتراف في الخارج، مثلا رمضان صبحي مثلا ومحمود تريزيجيه، لو احنا عندنا قياسات سابقه ليهم محتفظين بيها وتمت سواء بقى في النواحي البدنيه والنواحي المهاريه كنت اقدر اقيس عليها عشان اكرر التجربه يبقى دي معيار عندك. بس على فكره كلامك منطقي جدا يا كابتن محمود، لانه النموذجين اللي اشرت لهم دلوقتي سواء صبحي رمضان صبحي او تريزيجيه مش مكتفين بالجانب المهاري بس بالزبط. هم عندهم الطول والمواصفات والسبرنت والقوه العضليه، يعني المواصفات البدنيه اللي تخلي اللاعب ظهوره في اي دوري اوروبي مع اقوى انديه في العالم لا واقف على رجليه في الملعب بالزبط. يعني حتى الصفات الاراديه عندهم والتصميم والاراده وتحقيق اهدافه موجوده. دي نقطه مهمه برضو، احنا مش عايزين نتكلم على انك زي ما قلنا في البدايه في جانب تعليم وجانب تربوي. جانب تربوي اللي هي الصفات الاراديه والسلوك والتصرفات والاخلاق، كل دي لازم تمشي متوازيه يعني في الحالات اللي اتكلمنا عنها دي. عندنا تريزيجيه عنده فارق نوعي لصالحه لو تقارن برمضان صبحي في السرعه لصالح تريزيجيه، صبحي المهاره لصالحه، يعني كل واحد بيبقى فيه عنصر بالزبط. يميزه اكتر بالظبط. فدي نقطه يمكن احنا نحاول نعملها، والحقيقه احنا بدينا في القطاع يعني بقياده الدكتور عمرو ابو المجد، يعني القياسات بتتم دلوقتي او تمت من فترات سابقه، دي كويسه جدا بقى، هتبقى معيار حتى للاختيار او تديك مؤشر للمستقبل. يعني ما بص انا زي لو عندنا اقرر كلامي في موضوع رمضان صبحي محمود، لو عندنا القياسات بتاعته هو عنده 10 سنين ودول عناصر الحقيقه انضموا للنادي في سن مبكره، يعني يمكن من سن 10 سنوات هم موجودين في النادي الاهلي. لو القياسات ديت كلها من الناحيه المهاريه والخططيه والبدنيه، عايز بقى قياسات 10 سنين والنفسية. 11 سنه 12 سنه لنفس اللاعب الوزن والطول والاهداف تديك مؤشر تديك مؤشر مستقبلي فعلا ممكن مين اللي يكمل بعد كده. ده كلام مهم بس ده عايز مجهود بالزبط. كبير يا كابتن محمود جدا، عايز مجهود كبير. حد فاداره شغلها الاستاتستكس بس. عارف الخطوره في ايه؟ الخطوره ممكن تلاقي لاعب لما كان مثلا رمضان صبحي او محمود تريزيجيه في عمر ال 10 سنوات او ال 12 سنه، لو جبت قياساته تتناسب مثلا مع محمود صالح اللي انا شايف ان هو ما فيش رؤيه مستقبليه ليه واحتمال نستغنى عنه احنا كل سنه، لا ممكن ترجحه القياسات دي تخليك تتمسك بيه شويه تتمسك بيه، لا ده مستقبلا ده ممكن فعلا يبقى عنده فرصه ان هو يكمل. وفي لاعبين بيظهروا او يبان قدراتهم في سن اكبر من لاعبين تانيين. بالظبط زي ما قلت لحضرتك انا في البدايه يمكن من خلال خبرتي دايما بيبقى في مرحله نمو وطفره في النمو في 13 سنه و17 سنه في الغالب. في فروق فرديه بس كقاعده في طفره في المرحله السنيه دي. دي هتبقى بس مهمه جدا. الجمهور هيبقى مطمن واعضاء النادي الاهلي هيبقوا مطمنين ان نائب مدير قطاع الناشئين الكابتن محمود صالح، فالبعد الخاص بالقدرات البدنيه للاعبين والمواصفات وطول اللاعب وقدراته العضليه هتبقى في التركيز عليها، لان كابتن محمود كان من المدرسه اللي بتعتمد بنسبه كبيره على القوى البدنيه في الاداء يعني، وعندك المواصفات دي بالظبط. وانت لو بصيت على مراكز اللعب احنا حارس مرمى وفي 10 مراكز كل مركز وليه مواصفات خاصه بيه، يعني مش كل المراكز. انا مش هحط مثلا وائل جمعه هيلعبوا راس حربه مثلا او وينج رايت مثلا، انما هو اكيد في المركز ده امكانياته وصفاته سواء البدنيه او تتناسب، وفعلا اتحط في مكان وبقى من احسن المكان ده على مستوى السرعه والمهاره بتبقى مطلوبه اكتر في الباك رايت والباك ليفت، المساكين ليهم مواصفات مختلفه بالظبط. فدي هتقلل الاستغناء عن اللاعبين ممكن يكون لهم دور في المستقبل. هي
المستقبل في علم الغيب مفيش شك أكيد. بس برضه انا بحط رؤيه مستقبليه ناخد بالاسباب ناحيه علميه بتديني مؤشر ممكن نسبه 90% ما يبقاش النن وهو صغير استغنى عنه وبعد كده يروح يلعب مثلا في اكبر دوري في العالم انما لو في قياسات موجوده عند النني وعندي معايير ثابته انا بشتغل عليها عمر من النني هتساعد هتبقى ماشيه بشكل متوازي مع اللي العين شايفاه اللي عين المدرب شايفاه ما انت مش هيبقى تقييم المدرب بالعين المجرده بس بالزبط. هيبقى كمان الارقام انت بتتكلم في نقطه منتهى الخطوره وهي نقطه علميه جدا القياس مش ملاحظه بس القياس لازم ترجع للارقام فلو في ارقام وفي ملاحظه ماشي اوكي يبقى الاثنين مشغلين مع بعض ما مش كل حاجه هوصلها للارقام يعني انت لما تيجي تقيم لاعب وانت بقالك فترات طويله في التدريب وعايز تقيمه مش هتعتمد على الارقام بس انت هتعمل قياسات الارقام انما هتقول القياس اللي هو يعني بيبقى معنوي شويه فلازم هتحط برضو مواصفات للاعب او أكيد. تقييم ليه فلازم الاثنين دول يمشوا مع بعض واحنا لسه ما عندناش قواعد البيانات الكبيره في عالم الرياضه في مصر احنا مش من الدول المتقدمه في المجال ده فهيبقى النادي الاهلي لسه بيبدا تجربه جديده انه يشتغل بالسيستم ده في مصر بالظبط انت عارف انا فكرت هناك وانا في البطوله بس يمكن احنا يعني للاسف التفكير ده جه في ذهن متاخر شويه انا كمدرب اللي انا عايز اعرفه من المدربين في الانديه الكبيره دي احطه مثلا 30 سؤال 40 سؤال تتمرنوا ازاي؟ تتمرنوا كام يوم؟ البرامج التربيه شكلها ازاي من 10 سنوات او اختيارات الانتقاء عندكم بيتم ازاي؟ هل بتهتم بالجانب كذا البدني المهاري الخططي ودور كل مكان يعني الجانب المهاري بيمثل قد ايه؟ الجانب فاهم الاسئله دي؟ وانا عندنا فرصه بنقابل مستويات مدربين اكيد افضل مننا مفيش شك. طيب انا بعرض الاسئله دي وفي الاجابات دي برضو انا هكتسب خبره كبيره اكيد اكيد ولسه هنكمل كلامنا نشوف التقييم العام للمشاركه في البطوله قياساتكم فنيا والاداء والنتائج وعدد الاهداف ونتائج المواجهات وقياسات اللاعبين او مستواهم فنيا وبدنيا مقارنه بالمنافس سواء كان عربي او افريقي او اوروبي في هذه البطوله هيشارك معنا هاتفيا الكابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق مواليد 97 بالنادي الاهلي كابتن مدحت مساء الخير اهلا مساء النور اهلا بيك كابتن مدحت احنا بنتكلم عن مستقبل النادي الاهلي كابتن محمود صالح بيتكلم يا كابتن مدحت عن اهميه وجود قاعده بيانات وقياسات دوريه من مختلف المراحل العمريه للاعبين بتدخل في حسابات تقييم اللاعب والنادي على اساسها يقدر يحدد كمان بجانب الرؤيه الفنيه للاعب في الملعب مدى استفادته او امكانيه استفادته بيه مستقبلا هل شايف ان ده ممكن يعمل فرق مع الاهلي في الفتره الجايه للافضل او يقربه اكتر من المنافسه عالميا اولا مساء الخير كابتن محمود مساء الخير كابتن مدحت طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده في منتهى الاهميه والكلام اللي كان بيقوله كابتن محمود في منتهى الاهميه الحاجات دي طبعا المفروض كانت تتعمل من فتره طويله وانا اعتقد ان القياسات والحاجات دي مهمه جدا لمعرفه تطور المستويات للعيبه بالذات في السن الصغير ونقدر من خلالها نقدر نعرف مين اللي هيقدر يكمل من الولاد لغايه الفريق الاول وبعدين القياسات دي بتفرق فيه قياسات جسمانيه وقياسات بدنيه وقياسات مهاريه الحاجات دي مهمه جدا انها تتعمل بالذات في السن الصغير وبالذات القياسات البدنيه في السن الصغير اللي انت عارف حضرتك طبعا في تشوهات قواميه لازم نقدر نشتغل على اللعيبه في السن الصغير الكل ما السن كبر ما بنقدرش نصلح كل التشوهات القوميه دي في السن الصغير بنقدر نعمله كل ما يكبر ما بنقدرش فطبعا زي ما بقول لحضرتك مهم جدا القياسات دي تتعمل وانا اعتقد ان احنا يعني في النادي ابتدينا نعمل القياسات دي وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يبقى في معمل كامل مختص بالحاجات دي في النادي ودي ان شاء الله هيبقى ليها طبعا يعني سبب كبير جدا في نجاح اللعيبه في وتطورهم في الفتره الجايه ان شاء الله كابتن مدحت الفريق اللي بتتولى ادارته فنيا مسؤوليته كمدير فني حاليا 20-21 سنه اللي هم الاقرب للفيرست تيم او للدرجه الاولى تمام هل بتطمن جماهير النادي الاهلي مشاهدي القناه واعضاء وجماهير النادي انه في كوادر مميزه جدا هتدخل بقوه او عندها فرصه حقيقيه تبقى اضافه للفريق الاول في النادي الاهلي وللفريق الاول في منتخب مصر في الفتره الجايه ولا لا طبعا يعني انا عايز بقى رايي ان باين للناس ان احنا طبعا في قطاع الناشئين شغالين الهدف الرئيسي من القطاع هو امداد الفريق الاول باللعيبه مش الهدف الرئيسي ان احنا ناخد بطولات طبعا يعني احنا بنشتغل بالتوازي ما بين الحاجتين دول لكن انا قصدي
ان الهدف الاساسي من قطاع الناشئين هو امداد الفريق الاول باللعيبه. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا عندنا في الفريق 97 عندنا شغالين في ثلاث جبهات، شغالين في اعراق المجموعه من اللعيبه المميزين، وفي مجموعه ثانيه متواجده اوريدي مع الفريق الاول من السنه اللي فاتت، وشغالين مع المجموعه الباقيه اللي هي بتشتغل معايا ان احنا ان شاء الله باذن الله بننافس على البطوله. فانا زي ما بقول لحضرتك في عندنا 7 لعيبه اعارات السنه دي طلعوا اعاره. 7 رقم كويس طبعا، رقم كبير. طبعا طبعا، يعني انا ممكن اقولهم لك بسرعه جدا. ناصر ماهر، فوزي الحناوي، عندنا 2 حراس مرمى راحوا اعارات، محمد عصام الغندور وعمر وائل، ده في النص السنه الاولاني. النص السنه الثاني اللي بعد يناير طلع محمد حسين عضل راح الانتاج الحربي، ويوسف علاء راح الانتاج الحربي، وفادي فريد راح عمان، نادي في احد انديه عمان. فسبع لعيبه من عندنا ان احنا نقدر نطلعهم اعراض بحاجة كويسه جدا، زائد 5 لاعبين موجودين في الفريق متسجلين معايا متواجدين بصفه مستمره مع الفريق الاول، زي احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، كريم نجد، احمد حمدي، وباكا اللي هو الجنوب افريقي. ودي العناصر اللي فعلا الجمهور خلاص عارفها وبتشارك بقوه احيانا مع الفريق الاول. تمام تمام. وزائد عليهم زي ما بقول لحضرتك 7 اللي راحوا اعراض، طبعا النادي بيتابعهم بشكل يعني دوري على طول، في ناس بتلعب بشكل اساسي زي ناصر ماهر، وطبعا لفت نظر الناس كتير جدا في فوزي. احنا فقدنا الاتصال كابتن مدحت، مش عارف سمعنا ولا لا. طيب ربما يعود لاستكمال حديثه معانا الكابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق 97. هنكمل كلامنا مع حضرتك لحين عوده الكابتن مدحت لاستكمال عرض وجهه نظره. كابتن محمود، انا هسال سؤال مرتبط باللي كان بيتكلم عنه كابتن مدحت طه اسماعيل دلوقتي بوجود ثراء فني في مرحله الشباب او مرحله مواليد 97. الناس بتبقى قلقانه لان كره القدم مع الاحتراف والاستثمار والارقام الكبيره اصبحت تتحدث بلغه الملايين، فالناس بقت بتقول لا والله حتى الانديه الكبيره والانديه الجماهيريه زي النادي الاهلي بقت بتعتمد على اللاعب الجاهز المحترف القادم من نادي اخر داخل مصر او من اي بلد اخر بدل ما تجهد نفسها في سياسات وفلسفه الناشئين. عايزين نوضح ونصحح المفهوم ده عند الناس ونطمنهم ان نادي الاهلي هيفضل دائما ابدا عنده قطاع ناشئين وشباب غني جدا فنيا وهيقدم عناصر مؤثره. حتى لو بصيت يعني على ارض الواقع في الوقت الحالي هتلاقي عناصر كتير موجوده كانت اساسا خارجه من قطاعات الناشئين في النادي الاهلي. يعني انا نسبه يمكن قلت عن فتره التمرينات اللي احنا بدانا نلعب فيها. يمكن فتره اللي بعد كده انا ما كنتش متابعها قوي، يعني انا بتكلم عن الجزء اللي انا اتذكره الفتره اللي انا ابتديت العب فيها، والجزء الحالي ان انا شغال فيه كمسؤول مدرب يعني من لاعب لمدرب. اقل الفتره دي يمكن اقل، بس برضو في عناصر كتير هي اساسا تنتمي او كانت موجوده في قطاعات الناشئين. حتى لو بصيت في الدرجه الاولى في ناس كتير قوي رجعت تاني، يعني مؤمن زكريا، محمد الشناوي، انا يمكن لو فكرت شويه هتلاقي في لعيبه كتير قوي طالع من قطاع الناشئين في الاهلي حتى لو خرجت لفتره ورجعت تاني. صحيح. احنا بقى لو كنا بنعمل بقى في قياسات وفي تقييم موضوعي وفي تقارير كل سنه كل مدرب يحط تقارير وتعمل تقارير كويسه، ما كانش مؤمن زكريا ده هيخرج لان اكيد كان مميز. ما كانش محمد الشناوي في حراسه المرمى كان هيخرج لانه اكيد كان مميز. النهارده رجع تاني للنادي الاهلي. هو الحقيقه محمد الشناوي وكلامك صح 100%، بس الحقيقه كابتن محمود محمد الشناوي تحديدا قبل ما ينتقل لطلائع الجيش ولما خرج وظهر فتره مع الفريق الاول ظهور قليل جدا كان باين انه مستواه الفني كويس قوي، لكن ربما بتبقى مفيش فرصه عند اللاعب انه يستمر او الحارس في فتره، ان دايما المنافسه في نادي زي الاهلي صعبه جدا لان بيبقى في اسماء كبيره موجوده، بس هو ظهوره كان حضرتك وضحت نقطه مهمه يعني جت في ذهن. ما يبقاش القرار بيعتمد عليك يكون مدرب مثلا كابتن مدحت طه موجود ويقول لك محمد جندي يمشي. لا تعالى بقى ليه يمشي؟ هرجع تاني التقارير بتاعته من هو اذا كان موجود بقى له 3 سنين بقى له 10 سنين واشوف قياساته واشرقه في الماتشات، يبقى القياس او التقييم تقييم موضوعي علمي مهم جدا نحط كذا سطر تحت الموضوع وتحت العلم. ما كانش هيمشي، انما مش راي مدرب بس لوحده مفهوم يقول ده اكيد. يجي ندور على التقرير يقول لك الاستغناء عن 1 2 3 ويتم الاستغناء عنه. طيب لا هنكمل وجهه نظر، يعني اقصد الاوراق ده هتخلي الموضوع مش بسهوله، لا هيبقى في تدقيق اكتر وبيشتغل وفقا لبرنامج علمي اكتر من مجرد رؤيه المدير الفني. مش بس لا ده موضوع اشترك فيه ممكن اللعيب ده يكون عدى على مدربين ومساعدين مدربين
10 15 مدرب 15 اسم ممكن يبقى ساهم في التقييم ده، فبقى التقييم ده بنسبه كبيره نسبه الخطا فيه قليله قوي، وتشوف معدل يعني التطوير بنسبه كبيره هو اقرب للصحيح. كابتن تشوف معدل التطوير، ممكن انا كنت ابقى باشتراكي كبديل كاحتياطي او ما بشاركش وانا عندي 15 سنه، في 17 سنه ابتديت انافس، لا فرضت نفسي، فهو المؤشر، لا ده المؤشر ماشي طيب. كويس فيديك تقييم كويس يعني. معانا على الهاتف مره ثانيه كابتن مدحت طه اسماعيل، كنا فقدنا الاتصال ورجع لنا مره ثانيه. كابتن مدحت اهلا بيك مره ثانيه، واحنا هنا كابتن مدحت بنتكلم عن يعني اسماء كبيره، الدكتور طه اسماعيل، الدكتور عمرو ابو المجد، اسماء كبيره تؤكد دائما ابدا القيمه العلميه او القيمه الخاصه بالتاثير الفني للشغل بشكل علمي واكاديمي. مشروع الهدف، القواعد البيانات اللي بيتكلم عنها كابتن محمود صالح ودكتور عمرو ابو المجد، هل احنا فعلا ممكن يعمل طفره عندنا كبيره في الرياضه في مصر وعلى مستوى كره القدم تحديدا لو ركزنا على الجانب ده؟ هو بص حضرتك، هو دلوقتي كره القدم دلوقتي بتضر بناحيه علميه بحته، دلوقتي ما بقاش عشوائيا زي زمان. يعني حضرتك دلوقتي لما تشوف كل الانديه الاوروبيه زي ما بقول حضرتك، يعني احنا جبنا سيره الاختبارات والقياسات والحاجات دي، الحاجات دي بتتعمل من زمان جدا، احنا يا دوبك بنحاول دلوقتي يعني نحاول بنبدا ندخلها في الانديه عندنا، هي اصلا معموله من زمان جدا، زائد النواحي البدنيه ليها والاحمال والحاجات دي كلها حاجات يعني علميه بحته، لازم الناس كلها ولازم المدربين بتبقى درسها بشكل كويس جدا، علشان احنا عندنا في يعني بعض الاولاد بيبقى بيكمل لغايه تحت 15 سنه وبعد كده خلاص بينتهي، يكون المدرب خلاص استنفذ منه كل النواحي البدنيه وحرقه زي ما بيقولوا بشكل كبير جدا، وبيوصل بعد كده 17 سنه خلاص بيكون انتهى. فطبعا احنا لازم يبقى في تدرج في الاحمال، ولازم يبقى بالناحيه العلميه داخل في الحاجات دي، والاسلوب العلمي داخل في الحاجات دي، لازم الحاجات دي طبعا زي ما بقول لحضرتك مهمه جدا جدا جدا. والدكتور عمرو ابو المجد متواجد معانا طبعا في القطاع، هو طبعا استاذ في الحاجات دي، وكابتن محمود ما شاء الله طبعا راجل يعني على ماجستير وما شاء الله عليه بيحضر دكتوراه، فيعني واحنا في كذا مدرب ماجستير ما شاء الله، الحاجات العلميه دي مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله الحاجات دي هتبقى ليها يعني ناتج قوي جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لاولاد المدرسه سواء مع الاهلي او منتخبات مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا، نتمنى لك كل التوفيق، ونشوف عناصر اكثر قوه وافضل فنيا كمان بتضيف للنجوم الموجودين في الفريق الاول سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر في الفتره القادمه. اشكرك جدا كابتن مدحت طه اسماعيل، المدير الفني لفريق مواليد 97 في النادي الاهلي. تعليقك ايه على كلام الكابتن مدحت؟ كابتن محمد كلام طبعا من بدايه حديثنا واحنا متفقين في كل الكلام ده، ويعني لا خلاف على الجانب العلمي، حتى انت عشان تعمل تطوير في برامج تدريبيه ما لازم تبقى عندك قياسات. طيب هو الكلام ده طبعا يطول الحديث عنه، سواء زي ما انت قلت، معلش اسف، لا اتفضل، حاجه اضيف حاجه بس، بس دي عايزه مجهود كبير جدا، وعايزه الناس تشتغل يعني ساعات، اللي بقى المسؤول والمدربين يقعد له 10 ساعات في النادي عشان يتابع ويشوف، موضوع صعب جدا مش سهل، ولا عمر المدرب لوحده هيقدر يعمل الاحصائيات دي، ده بيبقى في فريق متخصص بالزبط. اداره متخصصه بتشتغل مع كافه الاجهزه الفنيه على ده بس بالزبط. على الاحصائيات والارقام فقط، لان المدرب عنده شغل تاني بدني وفني عمره ما هيقدر يؤدي الجانب ده على اكمل وجه، مسؤول عن التطوير بقى، تطوير البرامج التدريبية إن شاء الله يبقى في رؤية مشتركة للجنة الكورة بقيادة الكابتن الخطيب مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي والدكتور عمرو أبو المجد مع حضرتك ومع كل المعنيين بهذا الأمر، لوضع أفضل استراتيجية ممكنة في إطار التطوير اللي دايما بيؤكد الكابتن زيزو أنه مطلب رئيسي لمجلس الإدارة ولأعضاء وجماهير النادي في الفترة المقبلة، ويبقى ده مردوده إيجابي جدا مش بس على كرة القدم، على كل الرياضات التانية. في الكابتن علاء عبد الصادق برضه، وكابتن علاء وكل الكوادر المتميزة الموجودة طبعا سواء في لجنة الكورة أو برضو في الإدارات، ايوب ماسك اللجنه الفنيه، كلها عناصر عندها خبرات كبيره جدا الموجودين واللي بيتولوا المهام المختلفه في النادي دلوقتي سواء اداريا او فنيا. احنا بس مش عايزين الوقت يعدي من غير ما ننتقل لجانب محبب لجماهيرنا دايما، انها تسمع نجومنا بيتكلموا عن ذكرياتهم بداياتهم، ولو اتسع المجال ممكن نرجع مره ثانيه للمشاكل اللي بتواجهكم حاليا في قطاع الناشئين. كابتن محمود صالح، من اين بدات في عالم كره القدم؟ وفكرنا بلحظه دخولك النادي الاهلي واول دقائق لتدريبك، وازاي جت قصه وجود محمود صالح هذا اللاعب الصغير في فتره من الفترات سنا، ازاي دخل النادي الاهلي؟ انا كنت بلعب في مركز شباب الجزيره، انت عارف يا ابو العلا عندنا بعدي كوبري ابو العلا، بس ناخدها مش واروح اتمرن في مركز شباب الجزيره الحقيقه، مرني الكابتن محمد عثمان الحقيقه، وكان فيه المرحوم الكابتن فوزي الصاوي والكابتن عوض، وكان لهم يعني فضل كبير علينا الحقيقه.
وانا كنت متخوف على فكره ان انا اروح الاختبارات، كنت بخاف، كنت اروح اتابع مباراه الناشئين على فكره. انا دايما بدي لنفسي يعني درجه اقل من الواقع، يعني انا لو 6 من 10 بدي لنفسي 4 حتى وانا بلعب، يعني بعد مش في الفتره دي حتى ابتديت العب في الدرجه الاولى، بس دي خلتني دايما ابقى حافظ على مستوايا، وانا دايما مش راضي عن نفسي، لا انا عندي هدف، لا لازم ابقى احسن، لازم ابقى احسن. فكنت بروح اتفرج على ماتشات الناشئين كنت بحس ان انا لا انا اقل منهم، كنت بخاف الحقيقه، لحد ما جه فتره كان عندي 19 سنه، سن كبير طبعا، انا التحق بالنادي الاهلي وعندي 19 سنه، يمكن كنت اقتربت كمان من 20 سنه على فكره، يعني يمكن كان يعني حاله استثنائيه. كابتن فتحي حماشه كان بيدربنا في مركز شباب الجزيره، وكان بالصدفه كان في الجيش مع الكابتن احمد ماهر في القوات الجويه، وقال لي طب ما تيجي انا اوديك للكابتن احمد ماهر. قلت له انا شايف صعبه يعني، قال لي لا لا تعالى. المهم يعني رحت، وكابتن ماهر كان موجود، والحقيقه كان ليه فضل كبير عليا الحقيقه، يعني ما اعتقدش ان لو مش متواجد هو، يعني انا لما برجع بالتاريخ ايه واحد عنده 19 20 سنه هيلعب في النادي الاهلي؟ مستحيل يعني دلوقتي لو راح لاي مدرب خايف، قلت ما كنتش بلعب في نادي خلاص، ان انا اروح في خلاص السن ده سن كبر وخلاص مدربين ايه اللي هتعلم، ما كنتش بلعب في نادي يعني، ما كانش مش لاعب محترف اساسا في اي نادي خالص. حتى مش بلغه الاحتراف دلوقتي، ما كانش موجود في الوقت ده خالص. بس مش لاعب بشكل منظم في فريق يعني، مش منضم لاي فريق خالص. فاكر انا الكابتن ما قال لي كلمه، قال لي بص انت ممكن 19 تقعد مع الكابتن، مش عايز اقول الاسم يعني، هيمشيك. انا بص هخليك معايا كده الشهرين دول من الموسم ده، ونبدا الموسم جاي وانا هقعدك في الفريق عشان تلعب. 20 سنه اتقعدت في الفريق، و يعني كان في تقسيمتين كده مع الفريق الاول. كان جه كان موجود الكابتن مستر كوتي، مستر دوكوتي، وكان جاي مستر كالوتشاو اللي هيتولى المسؤوليه، هو اللي جابه. فقال لك انا اقعد معاه شهرين يعني اشرح له الظروف واساعده في الفتره دي. في الفتره ديت عملنا تقسيمتين مع الفريق الاول، كنت كويس جدا. كان موجود بقى مين بقى الفريق ده؟ كان الكابتن محمود الخطيب ومحمد عباس والكابتن مصطفى عبده والشريف عبد المنعم، ما شاء الله يعني. عملت تقسيمتين كويسين قوي. رشحني بقى ساعتها مستر كوتي، اول مشاركه اول ظهور بقى في تقسيمات كده. احنا كنا 20 سنه مع الفريق الاول تقسيمه يعني. فمستر كوتي قال لهم ده يلعب درجه اولى. فحتى الكابتن ماهر قال لي يا ابني انت، هو استعجب، قال لي ساب الناس كلها. في ناس بقى كانت لعبت في الدرجه الاولى وكان ليها اسامي شويه ولعبوا منتخبات ناشئين وبتاع، وكان هو منتظر دول اللي يلعبوا درجه اولى. فقال لي وساب الناس دي كلها بيقول عليك انت. بس هو الكلمه صح، انا شايف فيها مهم الانسان يكون متواضع ويقدر نفسه او يقيم نفسه تقييم حقيقي. عنده ثقه في قدراته. الثقه بس على فكره الثقه تخليك تقيم نفسك صح. مش معنى كده ان ما تبقاش داخل الاختبار ده مهزوز، ما ممكن تبقى لاعب كويس. لا بتكلم عن المدرب، بتكلم عن المدرب. هو كابتن ماهر المفروض عنده ثقه طبعا، مفيش شك. اكيد طبعا، طب. لعيب دولي وله خبرات كبيره. فقال لي بص، هو قال عليك انت، بس انا مش عارف قال عليك ليه، اشمعنى انت؟ بس اكيد هو صح، مستر هيدكوتي بيفهم احسن مني وبيفهم احسن مننا، فاكيد هو اللي صح واحنا اللي غلط، وانت ان شاء الله هتلعب درجه اولى. يعني انا بكلمك وقد كان. خلينا نشوف التقرير ده معاكم مع مشاهدينا. كابتن محمود، اراء عدد من الجماهير في نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن محمود صالح. كابتن محمود صالح من احسن المساكين اللي جم في تاريخ الاهلي. محمود صالح كان بيأدي دوره كأحسن مساك في مصر، كان بيلعب ديفنس بصراحة، وكان راجل ممتاز وأخلاقه عالية جدا، ومن نجم من نجوم الكورة المصرية اللي هي يعني خلفت ناس كتيرة زيه وشبيهة ليه. حاليا موجودين ناس كتيرة براك زي حاجات زي كده. فأنا على الرغم إن أنا بشجع الزمالك، لكن طبعا بحب الأهلي. مش معنى كده إن أنا بحب أشجع الزمالك إن أنا بقرأ، لا، بحب الأهلي، بحب النجوم كلهم، وأحب ألعب أتفرج على اللعب بتاعهم، وأتمنى إن يكون هم جيل التمنات جيل لا حقيقي يعني جيل يعني جميل جدا ولا يتعوض طبعا. دي ازهى عصور فترات الاهلي، وطبعا الكابتن محمود غني عن التعريف ومحدش يقدر يختلف عليه كنجم في خط الدفاع، وكان في جيل العمالقه، وده واحد من عمالقه مصر كلها. ودايما لما نفتكر الكابتن محمود صالح هنفتكر اللي لعب جنب كابتن مصطفى يونس وكابتن محمود الخطيب، ويعني جيل عمالقه
يعني نتمنى واحد زي كابتن محمود صالح النهارده موجود في خط الدفاع، ولو حد موجود النهارده في خط الدفاع زي كابتن محمود صالح، وده ما بنقللش من الناس اللي موجوده، ولكن احنا النهارده ينقصنا حد او لعيب في خط الدفاع زي كابتن محمود صالح. والاول احنا عايزين نقول له كل سنه وحضرتك طيب، وفرصه سعيده ان احنا شفنا حضرتك النهارده، ونتمنى نشوف حضرتك على طول. كابتن محمود، ايه رايك في حب الجمهور وانه فاكر النجم محمود صالح وبيتكلم عنه كنموذج للمدافع، انه واحد من افضل المدافعين اللي شافهم جمهور الاهلي في المراحل المختلفه، انه بيتمنى يبقى فيه مدافع بنفس القدر من الامكانيات في الفتره دي؟ بشكرهم طبعا، بشكر الناس اللي قالت ارائها. يعني هو ما فيش شك، يعني هو قالوا كلمه في خلال احاديثهم، يعني ان احنا فعلا، انا كنت شرفت يعني ان انا فعلا مع جيل العمالقة، بداية من كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن إكرامي، وبعد كده كابتن أحمد شوبير وكابتن مصطفى يونس وكابتن مرهم ما حفظ الألقاب وحسام البدر وربيع وطهر أبو زيت وكابتن الخطيب وكابتن، يعني أنا كنت وأنا صغير ببص للناس دي حاجة يعني. كابتن زيزو في حوار سابق في الأهلي وحاور قال لنا، كنت دايما أنا والكابتن الخطيب يقولوا للكابتن ثابت الله يرحمه وكابتن إكرامي، أنتوا حراس محظوظين بتلعبوا قدامكم أقوى مدافعين وضد ده هجوم مش اقوى هجوم، انه دايما هجوم الاهلي هو اقوى هجوم، يعني دايما كان في اجيال متعاقبه من المدافعين الجيدين جدا في النادي الاهلي. طبعا ما فيش شك، وده تاريخ النادي الاهلي، يعني حصوله على البطولات شبه احتكار. يعني بصمات المدربين اللي تولوا تدريب محمود صالح، اشرت للاستقبال مع كابتن احمد ماهر اللحظه الاولى للدخول النادي، واكيد دي اضافت لك ثقه كبيره جدا، كلام كابتن ماهر انه قال لك ما تقلقش من التجربه، مستر هديكوتي واختياره لك، كلام كابتن ماهر همام. مين المدربين اللي لحد النهارده لهم بصمه كبيره جدا في مشوار محمود صالح؟ ما فيش، كل المدربين اللي دربوني، انا ما لعبتش قطاع الناشئين غير مع كابتن ماهر بس. بعد كده تولى التدريب الكابتن المرحوم المدرب العظيم الكابتن محمود الجوهري والكابتن شوقي عبد الشافي والكابتن المرحوم برضو الكابتن محمود السايس والكابتن انور سلامه، يعني خاف انسى حد الحقيقه، وطبعا مستر كالوتشاي ومستر فايز الالماني، و تقريبا دول اللي دربوني في الفريق، انا خاف انسى حد الحقيقه. انما انا يعني هل كل واحد منهم كان بيضيف لادائك حاجه مختلفه او له رؤيه على اداء كل لاعب ومنهم النجم محمود صالح في الوقت ده بشكل مختلف يتعامل معاك فنيا؟ طبعا ما فيش شك. يعني كل الناس اكيد دول افضل علينا وافضل على الاجيال كلها بتاعت النادي الاهلي. الحاجه نصعوب ان انا اروح النادي الاهلي عندي 20 سنه ولا ادرك اقول. الحاجه ده كله بتوفيق ربنا طبعا الحمد لله. الحاجه الثانيه، انا من اول ماتش بقيت اساسي في النادي. يعني اتذكر تقريبا في 81 لعبت اول ماتش للمنصوره، طبعا كسبناه 3-0، ودي كانت نتيجه انك نكسب المنصوره في المنصوره، كان جيل العمالقه، الجيل ده كان قوي جدا في المنصوره بالظبط، يمكن كان التعادل ده بيعتبر مش مكسب، نتيجه مرضيه للنادي الاهلي في المنصوره في الوقت ده. كسبنا 3-0 وانا لعبت في ظروف يعني ربنا كده وسع لي عشان اشترك. ازاي كان في غيابات، انذارين، اصابات؟ لا، كان في تدريب للمنتخب وكان في لعيبه ما حضرتش المنتخب ده، ما اعرفش ايه السبب، وتم ايقاف 6 لاعبين. لو هقول لك الناس اللي لعبت في خط الظهر، كان احمد ناجي، كانش طبعا كان موجود كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن كرامي. كابتن ناجي ما كانش الحارس الاساسي، ما كانش لعب الماتش ده. في عادل محمود لعب فتره في الدرجه الاولى في الباك رايت، وفي علي عبد المنعم لو الناس تذكروا لعب فتره في الدرجه الاولى كان باك ليفت، وكنت انا ومار همام. يعني في اربعه من الخمسه في الخط الخلفي، يعني ناس اول مره يعني ما كانوش من العناصر الاساسيه. المهم يعني الفتره دي كسبنا الحقيقه والحمد لله، انا استمريت برضو بتوفيق ربنا من 81 ل 92 انا تقريبا لعبت كل الماتشات. طب خلينا نسمع راي زميل من الزملاء اللي شاركوا معاك في الملعب في تحقيق بطولات للنادي الاهلي ولجماهيره ومنتخب مصر وتاريخ طويل ايضا، نجم كبير ومن افضل المواهب طبعا اللي عرفتها كره القدم المصريه، الكابتن علاء ميهوب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا ورئيس اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن علاء. كابتن علاء مساء الخير. طيب واضح اننا فقدنا الاتصال، اكيد فريق الاعداد هيتواصل مره ثانيه مع الكابتن علاء ميهوب ويكون معانا خلال لحظات. اتفضل يا كابتن محمود. فالحمد لله تقريبا من بدايتي في 81 لحد 92، يعني 12 سنه دول او 11 سنه، الحمد لله ربنا وفقني، وانا ما كنت بحافظ على نفسي الحقيقه، ما كنتش بتصاب.
يعني يمكن غبت مباراه واحده او اتنين، بس ده تحدي مش عادي اللي كلمتنا عنه من لحظات. وجود مجموعه كبيره بيتم الدفع بيها لاول مره في مباراه رسميه مع منافس زي المنصوره على ملعبه بين جماهيره، وتحققوا الثبات في الاداء بالشكل ده والنتيجه دي، ده كان تحدي كبير. واضح انكم كلكم كنتوا على قدر المسؤوليه في الوقت بالظبط. الحمد لله يعني، والتوفيق برضو يرجع التوفيق يعني بتاع ربنا عامل اساسي طبعا ما فيش شك. فرقه المنصوره في الفتره يمكن فيهم خمسه سته اللي كانوا لعيب، سته سبعه لعيبه دوليين يعني. طب هل كنتوا بصراحة جيل محظوظ من المدافعين حتى لو متميزين جدا بإجماع الآراء فنيا وبدنيا، أن دايما عندكم مجموعة من أفضل النجوم اللي عرفناها في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية في خط الوسط وخط الهجوم، فدايما الضغط على المنافس مش على النادي الأهلي، هل ده كان بيخلي العبء عليكم أقل؟ طبعا مفيش شك، مفيش شك طبعا. القوة الهجومية عند النادي الأهلي أكيد بتريح المدافعين، تريح وبتسهل كتير طبعا مفيش شك. بس احنا خلينا نتكلم اللعيبه او الفريق كله كتله واحده اكيد، سواء في حاله دفاع او طبعًا. حاله هجوم طبعًا. اذا كان في نجاح من ناحيه الهجوميه، لا وممكن هجمه واحده تسبب مشكله تغير نتيجه ماتش يعني، غلطه واحده المدافع في وقت من الاوقات. بس انا شايف الجيل ده يعني من الاجيال الكبيره اللي لعبت في النادي الاهلي، وانا فعلا انا شخصيا كنت محظوظ يعني في بدايه حياتي موجود الكابتن ثابت، الكابتن اكرامي، مع كابتن مصطفى يونس، كابتن مار امام، عمالقه الحقيقه أكيد. ومن احسن اكتسبت ثقه من المشاركه مع المجموعه دي في البدايه سواء حراس المرمى او المدافعين، وكانوا هم الحقيقه داعمين لينا وبيشجعونا وروحهم طيبه يعني. طيب هنرجع مره ثانيه للكابتن علاء ميهوب، واحد طبعا من افضل النجوم اللي عرفناها في تاريخ الرياضه وكره القدم المصريه سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. مساء الخير يا كابتن علاء. محمد مساء الخير اهلا بيك كابتن علاء، منور القناه الجميله بتاعتك دي وانت بنورك ربنا يخليك، منوره بيكوا دايما يا كابتن علاء. لا والله بحب اشوفك دايما وحاجه جميله، اشكرك جدا يا كابتن. مش عايز اقول مساء الخير يا كابتن محمود، لا محمود كابتن علاء ازاي، انا شايفه قدامي وبغض النظر سيبك ان هو لعيب كوره حاجه، انا من وجهه نظري هو حاجه من الناس القلائل اللي اتلعبوا في المكان ده في النادي الاهلي، وكان ليه كان ليه باع كبير قوي مع النادي الاهلي، ولعيب يمكن ما اخدش حقه لكن كان حاجه محترمه جدا في كل حاجه. مش هتكلم عليك لعيب كوره، ان هو فعلا حاجه انا بحب اتكلم عليك لعيب كوره هايل طبعا، لكن اتكلم عليك واحد صاحبي قوي، الصديق والزميل والانسان بقى اللي كل حاجه بقى لا كل حاجه زي ما انت عايز يا محمد تتكلم عليه. شخصية محترمة جدا، مؤدب جدا، راجل متواضع، مخلص إلى درجة ما تتخيلهاش، من أكثر الناس اللي ربطتني بيه صداقة كبيرة جدا في الملاعب. كنا أنا ومحمود لو في الفترة اللي لعبنا فيها أنا وهو مع بعض كنا الحمد لله رب العالمين، طبعا من أكثر الناس اللي كانت اشتراكا في كل مباريات. من الناس تحب تشوفها على طول دايما، راجل مثقف جدا، متعلم جدا، يعني مش عايز أتكلم كتير لأن هي فعلا دي حقيقة في محمود. والحاجه الحلوه يا محمد ان انت في الحياه العامه من غير الكوره ولا حاجه، في ناس كده تحب تشوفها، تحب تقابلها. الراجل اللي قاعد قدامك ده هو ده من الناس دي اللي فعلا انا بحب اشوفه وبحب اتكلم معاه، مقرب جدا الى قلبي، شخصيه في منتهى الطيبه اللي ممكن تخيلها في حياتك، سهل التعامل، ما خدش حقه كلاعب كوره. دي تاني مره تكرر الجمله دي يا كابتن علاء، عايز اعرف تقييمك فنيا وليه شايف لان واضح ان الفكره دي مؤكده عندك قلتها مرتين، ليه شايف انه ما حصلش على ما يستحق كلاعب كوره؟ لا محمود من الناس الاقوياء جدا يا محمد اللي جه، من الناس الاقوياء جدا اللي جه في المكان ده، وكان جه في وقت كان في اثنين عمالقه، كابتن مصطفى يونس وكابتن ماهر همام، بتتكلم في حاجه منتهيه تماما. الراجل قدر يلعب وقدر يثبت مكانه وقدر يبقى موجود بعد حتى عزاز كابتن مصطفى يونس، ما خدش حقه بالقدر الكافي لان هو كان عارف لعيب كره بس، يعني كان يخلص ماتشات والموضوع بالنسبه له انتهى. عايز تعرف قيمه محمود صالح كراجل مدافع يا محمد، اسال عليه اي مهاجم لعب ضده، انا هساله هو كمان على الثنائيات اللي عاشها في الملعب مع مهاجمين. لا هتعرف مدى قوه محمود ما شاء الله عليه. كان قوي جدا في المكان، لعيب كويس قوي وقمه التواضع زي ما انت شايفه قاعد قدامك كده، اللي قاعد قدامك ده هو محمود صالح اللي كان بيلعب معايا كوره. بس هو اللي انت مش ما تعرفوش محمود، شخصيه دمه خفيف جدا جدا فوق ما تتخيل، يعني دايما كنت احب اقعد معاه، كنا انا وهو وكان السيد محمد حشيش، كابتن طارق بوزيد، كانت لينا مجموعه كده اللي كنا اصغر سنا طبعا، كان دايما في ناس كبيره كده اللي مهما انت وصلت لا الناس الكبار دول حاجه بالنسبه لك قمم كده تبقى تفرح او تتكلم معاها. بس هم الناس دي بصراحه اللي ذكرها محمود صالح قمه التواضع، وكانوا دايما محتضنيننا وعارف حاجات يا محمد بتفرق معانا كلنا.
لكن اللي انا عايز اقوله، انا مش عايز اطول عليك يا محمد، انا سعيد جدا. لا بالعكس، انا سعداء بمشاركتك معانا طبعا. ربنا يخليك يا محمد. والحاجه الثانيه طبعا سعيد بشفت حمود، ودايما يا حمود الاحسن ان شاء الله. الله يخليك عليا. الله يخليك. اه والله، وان شاء الله هتنول الحاجه اللي انت تستحقها فعلا، انك انت مؤهل لبقى حاجه احسن من كده بكتير. ربنا يكرمك ان شاء الله. طب اسمح لي باسم فريق العمل واسره الاعداد واداره القناه اوجه لك الدعوه على الهواء مباشره يا كابتن علاء. هنسعد بمشاركتك، تكون ضيفنا ان شاء الله، ويرتب معاك فريق العمل في اقرب فرصه ممكنه وفقا لارتباطاتك، وتشرفنا في برنامج الاهلي يحاور، وهنسعد جدا بوجودك معنا ان شاء الله. الشرف ليا يا محمد، وانت عارف ما اتاخر عليك. ربنا يخليك. الاهلي صعب جدا اقول تحت امرك، يعني هظبط معاهم دلوقتي. اكيد اكيد. ومره ثانيه سعيد بوجودكم جدا، ومحمود دايما الاحسن يا رب، ربنا يوفقك دايما. الله يخليك. اشكرك جدا يعني. نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، ورئيس اللجنه الفنيه حاليا بالنادي الاهلي الكابتن علاء ميهوب، بشكرك شكرا جزيلا. تعليقك ايه على الكلام الجميل اللي قاله كابتن علاء؟ لا انا بعد ما اعتزلت كره، انا يعني هو ما فيهوش، يعني صعب الواحد يتكلم عن نفسه، وهو ذكر كلمه اللي ما خدتش حقي. على فكره في بدايه اللي كان بيلعب اساسي في المنتخب في الفتره دي كان الكابتن ماهر وابراهيم يوسف، بعدين دخل بعد اصابه ماهر همام، دخل حمدي، دخل حماده صدقي اساسي هو وابراهيم يوسف، وانا ما كنتش بلعب الحقيقه. في 86 بعد الدوره الافريقيه اللي خدناها، انا على فكره كنت المفروض اكون متواجد، انا جالي حاجه كده التهاب في القدم واستبعدت من المنتخب في الفتره ديت. انضم كابتن احمد صدقي على فكره للنادي الاهلي، وكان زمايلي بقى اللي كانوا لعيبه او خارج الكوره قالوا طب انت كده زعلان بقى ولا ايه، ده الاساسي بتاع الفريق، يعني اساسي في المنتخب وهيبقى في مشكله بالنسبه لك. قلت له ما فيش مشكله ولا حاجه، انا بلعب وحلعب يعني المكان ده. فرضت نفسك في وقت من الاوقات ودخلت شاركت بقوه لا يعني قلت لهم انا يعني المكان ده ما حدش هيلعب فيه، انا هلعب يعني ان شاء الله انا الاساسي. فانا كنت موجود في يعني الحمد لله في وجود حماده صدقي وجيه، وكنت يعني اساسي الحمد لله لحد ما اعتزلت الحمد لله بفضل الله. لا هنا حضرتك بتتكلم عن تاريخك في المشاركه مع النادي الاهلي. هتكلم شويه عن منتخب مصر، حجم المشاركات مع منتخب مصر قليل جدا طبعا، ما يتناسبش مع واحد اساسي في الفريق الاول في النادي الاهلي. الوضع الطبيعي ان الاساسي في النادي الاهلي لازم يكون له دور كبير. طب ليه بترجعها ليه يا كابتن محمود؟ بدليل اصل لما مدرب اجنبي زي مستر هيديكوتي يختار لاعب صاعد او شاب قادم للفريق ما عندوش خبرات سابقه، مش معروف للجميع، ما كانش في قطاع الناشئين او المنتخبات الوطنيه في مراحل اخرى، يبقى دي شهاده لمدرب كبير جدا عنده سي في وسيره ذاتيه رائعه. ايه سبب انك ما كنتش بتشارك الا على استحياء مع منتخب مصر؟ انا في فترتين كنت موجود في المنتخب 84 دوره افريقيا 84 اكون موجود معاهم، جات لي برده اصابه في جزع كده بسيط جالي في الركبه يمكن عطلني شويه واستبعدت. 86 كنت بشارك اساسي في الماتشات الوديه كلها. كان في فرق المانيا مش عارف هامبورج، وجي حتى الماتش بتاع الكبير بتاع منتخب انجلترا شاركت بشكل اساسي، وبرده جالي التهاب في القدم كده حاجه غريبه يعني. برضه استبعدت في 84 و86. في 86 مستر سميث بعد ما استبعدوني، انا غلطت غلطه كبيره جدا. مايكل سميث. مايكل سميث 86. كانت اصابه ابراهيم يوسف، كان اصيب ابراهيم يوسف في ماتش المغرب في المغرب سنه 85 تصفيات كاس العالم في رباط الصليب. كنت انا احتياطي حتى في الفريق، ونزلت في ماتش المغرب ولعبت بديل ليه. في 86 عديت من الاصابه تاني، كنت انا استبعدت ومشيت نتيجه اصابتي، واصيب رجعت الاصابه تاني لابراهيم يوسف. فجالي مايكل سميث الحقيقه، وجاي النادي الاهلي وعايز ارجع تاني المنتخب. الحقيقه انا رفضت، ودي كانت غلطه كبيره. كان موجود الكابتن. كنت زعلان من عدم مشاركتك في وقت من الاوقات. انا حتى لو مع اصابه بسيطه المفروض كنت استمر في المعسكر، لان كانت الاصابه ممكن بعد فتره. بس جميل انك عقبت على القرار ده، قلت انا كنت غلطان طبعا، لانك قدوه بالنسبه لاجيال جايه المفروض ان هو يبقى تحت امر المنتخب والاستدعاء والتكليف في اي وقت. طبعا في نقط كده او مواقف انا بفتكرها اكاد ابكي والله العظيم، يعني انا شوف انا افتكرت ده حزنت جدا بصراحه. طيب كابتن محمود، هل لا احكي اكمل الجزئيه دي؟ وجي قعد مع الكابتن هاني مصطفى، وبعت لي الكابتن هاني مصطفى وقال لي الراجل عايز ارجعك. قلت له انا مش هرجع، الناس دي مش كويسه، والناس دي انا المفروض ما اكونش امشي من المعسكر. حسيت انهم واخدين موقف شخصي منك. قال لي يعني ايه؟ قلت له مش همشي، مش هرجع
برغم عملهم مكافاه الحقيقه بعد ما حصلنا على البطوله، بس بتعمل توتر بقى بين الجيل ده من الجهاز الفني في اي اللاعب اللي اعتذر بيبقى فيه مشكله. مايكل سميس استمر لحد 88 دوره الالعاب الافريقيه، طبعا ما كانش بياخدها خلاص، انتهى الموضوع بالنسبه له. فانا تعطلت من 84 ل 86 افضل فترات حياتي. لو نيجي لفتره السنه 90، فتره ما استلم الكابتن جوهري المنتخب سنه 89، تحضير لكاس العالم، تحضير لكاس العالم سنه 89، انا مش عايز اقول انا اقارن الناس باسماء، بس المفروض كان يكون المنتخب كمستوى لازم اكون في المنتخب. ارجع لنقطه مهمه يمكن ذكرها الكابتن، الحاجات اللي تسعدني بقى اللي يمكن ذكرها الكابتن علاء. على فكره اي حديث لاي مهاجم في مصر في الفتره دي، السؤال التقليدي افضل مهاجم مدافع كانوا بدون استثناء يقولوا محمود صالح، بيقولوا محمود صالح، ما بيقولش حد. احصائيه كمان عرفتها من زمان، ما بيقولش حد تاني ان واحد من افضل المهاجمين في تاريخ الكره المصريه الكابتن جمال عبد الحميد لم يحرز هدف في شباك الاهلي طوال تاريخه في وجود المدافع او النجم محمود صالح في الملعب. خدوا بلعب، انا بلعب ضده، انا بلعب ضده من 83 ل 92، الحمد لله احنا الاثنين كنا بنلعب اساسي، ممكن اكون لعبت 20 ماتش. وبينكم بقى مواقف وذكريات يعني، بس كان ما كانش فيه يعني اذى او احتقاك يعني احتكاك يعني في اذى او حاجه. علاقتنا فضلت طيبه الحقيقه برغم التنافس منه من بعض واللعب بجديه طوال يعني 20 ماتش، انت بتتكلم في 30 ساعه لعب تقريبا. فدي من الاحصائيات فعلا ان انا بعتز بيها. طيب هل في مهاجمين تانيين كان ادائك فيه خشونه اكتر معاهم؟ لا لا، على فكره عايز اقول لك حاجه، كل المهاجمين مش جمال عبد الحميد بس، انا اسف بتكلم عن نفسي. لا انا الحلقه عنك لازم تتكلم يعني معك. بكلم يمكن ناس قول يعني بس دي حقائق يعني وارقام. يعني مثلا محمد رمضان في الترسانه لعبت ضده 20 ماتش مثلا لم يحرز اي هدف، وبرده كان لاعب كبير جدا. انا اخطات مرتين على الاقل في مباراه الزمالك، جون بتاع ايمن يونس بيلمني مشوارك كله ولا مع محمد رمضان تحت النجم محمد، سببت في هدفين ضد النادي الاهلي طوال تاريخ مشوارك كمدافع. انا حافظ راجع وراك الارقام على فكره، وهات التسجيلات هنقول لو لقينا حاجه. لا وهات التسجيلات، جون في احرزه ايمن يونس هو بيلمني كده، انا للاسف انا اتزحلقت وكنت هقوم تاني واتزحلقت وجاب جون مني الحقيقه، جاب جون دي كانت غلطه برضه. في جون ثبت ضربه جزاء ماتش المحله محمود المشاق بيعدي برضه اتزحلقت، انما اي غلطه ليا مع اي مهاجم طوال ال 12 سنه اللي لعبتهم يعني. ممكن اتذكر مقوله للكابتن السويسي وانا بلعب عليه، قال لي انت هتفضل تلعب كده طول عمرك يعني انا ما طيب انت بتعمل. الحاجات اللي كنت اسمعها دايما تصحح لنا اذا كانت المعلومه دي خطا، انه لا كان في ثنائيات فيها عنف يعني في اطار محدود بينك وبين ايمن يونس، النجم ايمن يونس كمان في الوقت ده يمكن ما لعبش كتير ايمن يونس ضد ماتشات، مباراه جانبيه او ثنائي في الملعب في منافسه شديده وفي مباراه الجمهور مش شايفها طول الوقت وفيها خشونه في الاداء بس بينك. بعد الهدف بتاعه دوت الحقيقه والنتيجه ان انا اتزحلقت، كان في مباراه نهايه الدوري او مش فاكرها بالظبط، اعتقد في نهايه الدوري انا كنت جهزت بقى للموضوع ده، بقى دخلت الموضوع ده التحدي، حطيت اللعيب في دماغك بقى خلاص ولعب على لعبت على ايمن يونس. انا مش عايز اقول لك حاجه يعني، لو نرجع نشوف المباراه دي ما لمس الكره ما فيش مره سند وباصه طوال الماتش، يعني انا كنت دخلت في تحدي مع نفسي انه مش هخليه يستلم براحته خالص طول المباراه. بالظبط دي صعبه، انا كنت بلعب وزني محافظ على وزني 81 كيلو. المباراة ديت انا قعدت اخسس في نفسي، لعبتها 79 كيلو. قلت لازم اخسس نفسي عشان ابقى خفيف في الحركة واقدر اعمل مباراة كويس. واعتقد اللي جاب الجونين في محمد رمضان جاب جون، اعتقد محمد رمضان جاب الجونين او زي ما اتذكر او ايمن شوقي ومحمد رمضان. طيب مين اللي كسبنا 2-0 وعملت احسن مباراة في حياتي ضد ايمن يونس، لان انا كنت مركز ان انا ارد اعتبار ليا. طيب مين المدافع اللي تستمتع في ادائه، سواء يعني بتستمتع بادائه وبتشوف ان هو ده نموذج المدافع اللي بحب اتفرج عليه واتابعه في الفتره دي، وان ده الاقرب لمحمود صالح من وجهه نظرك لطريقه الاداء ولشكل اداء النجم محمود صالح في الجيل الحالي سواء في الاهلي او في اي فريق اخر، ولا في الفتره السابقه في الفتره اللي فاتت كمان؟ لا انا اتكلم على الجيل يعني، ما فيش شك في مصطفى يونس ما فيش نموذج طبعا، وكابتن ماهر امام نموذج ما فيش شك يعني. الفترة اللي فاتت طبعا مفيش شك يعني وائل جمعة أحسن ناس ظهر بمستوى كمان مش معقول يعني وعمل أفضل تاريخ سواء على المستوى الدولي أو على المستوى النادي، يعتبر وائل جمعة مفيش شك من الجيل اللي جت لعبت بعدين. هل بتشوفه أفضل مدافع ظهر على مدار السنوات بعد الأجيال بتاعتنا؟ طبعا مفيش شك أفضل مدافع.
بالارقام ومن غير الارقام هو افضل مدافع ما فيش شك. طيب معانا على الهاتف كابتن ناجي خليل عضو اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ناجي. النور يا فندم. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا. انا اللي سعيد بالمشاركه. تقول ايه عن الكابتن محمود صالح الزميل، زميل في العمل من خلال خبراتك بيه على المستوى العملي والانساني؟ والله كابتن محمود من اولا كلاعب لا غبار عليه، رغم انه لعب في مرحله سنيه كبيره، يعني جه النادي الاهلي كبير شويه، لعب في مرحله الاشبال، بس زي ما تقول متمرن في النادي الاهلي بقاله 10 سنين 20 سنه، يعني عنده استيعاب للمكان اللي بيلعب فيه، تكتيك، لعب بحرفيه كبيره، ولعب على لعيبه ذو امكانيات عاليه. فمحمود يعني يعتبر موهبه من المواهب القليله اللي جت في مصر في المركز ده. وعلى مستوى يعني علاقاتكم الاجتماعيه والصداقه والتعاملات معاه، محمود صالح الانسان بعيدا عن لاعب الكره. محمود من اطيب الناس اللي تقابلهم في حياتك في مجال كره القدم، من انضف واطيب الشخصيات اللي موجوده في كره القدم في مصر. يعني وكل اللي بتعاملوا معاه يبصموا بالموضوع ده، ان محمود من اطيب وانضف النوعيات اللي ممكن تتعامل معاها في مصر. دي تقيس على كده كمان ان محمود من لعيبه الكوره القليله المؤهله في كره القدم، دكتور كره قدم، يعني بيحضر دكتوراه كمان 3 اشهر رساله الدكتوراه، لكن هو حق يعني دارس وفاهم وعارف وعلى مستوى يعني جامد جدا جدا جدا، واللي قريب منه يقدر يعرف الموضوع ده. محمود له امكانيات كبيره جدا في مجال كره القدم، علم ويعني عملي ودراسي. بشكرك جدا يعني محمود. بشكرك جدا على مشاركتك معانا يا كابتن ناجي. كابتن ناجي خليل عضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. كابتن ناجي لعب فتره وقديم شويه علينا. كابتن ناجي في اواخر الستينات لعب في الدرجه الاولى وبدايه السبعينات. كابتن ناجي على فكره في التحليل والتقييم انا شايف ان هو داخل النادي الاهلي هو افضل واحد. عشان كده لفت نظره الحديث الجانب الخاص بتاهيلك علميا ودراساتك واللي اتكلمت عنه خلال هذا الحوار حضرتك كابتن محمود، قلت الجانب الخاص بالاحصائيات والارقام والشغل الاكاديمي والعلمي مهم جدا وهتكون له تاثيرات ايجابيه. هو ركز على ده في كلامه، قال هو من المدربين المؤهلين علميا في مصر. هو كابتن ناجي برضو القريب، الناس القريبين منه اللي عارفاه شخصيا تتعامل معاه وتحتك بيه وارائه، لا من الناحيه الفنيه والتقييم حاجه غير طبيعيه حقيقه، انا بتعلم منه الحقيقه. طيب. مفيش شك. احنا عندنا مطلوب منا ننتقل بعد دقائق قليلة جدا للجزء الخاص بمشاركة الاهلي في البطولة الافريقية، وعندنا اكتر من تقرير او مادة مصورة هنعرضها ونسمع تعليقك عليها كابتن محمود. في اقل من دقيقة هسألك مجموعة اسئلة سريعة جدا لانها هتكمل للناس الصورة بس. مين اصعب مهاجم كان بيلعب ضد النجم او المدافع محمود صالح؟ اصعب مهاجم كان بيبقى ماتشه عليك صعب جدا، نقول النهاردة يوم صعب. جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد. ولو قارنته بالمهاجمين الموجودة لا في فرق كبير. طبعا المرحلة دي كان فيها حسام حسن وجمال عبد الحميد وكتير قوي على فكره، محمد رمضان، حمدي نوح، طبعا كابتن محمود الخطيب موجود في النادي، ويعني ومحمد عباس موجود في النادي. يعني اقصد الفتره ديت الحقيقه الثمانينات اعتقد كان في المكان ده بالذات كان يعني في عناصر مميزه جدا، جدا. كابتن محمد جداً السويسي في الاولمبي، كابتن عيد احمد في الاتحاد، محمود المشائي في اصعبهم عليك في المواجهات اللي شاركت فيها كلها كابتن جمال عبد الحميد. لا طبعا جمال عبد الحميد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ مين مصر. مين المهاجم اللي كنت بتتمنى يبقى موجود معاك مع النجوم الكبار الموجودين في الوقت ده في النادي الاهلي، اللي كنت بتشوفه في نادي تاني تقول انا نفسي اللعيب ده يبقى معايا مش ضدي في النهارده؟ هو جمال عبد الحميد. هو جمال على فكره انا بدات العب درجه اولى كان هو موجود في الدرجه الاولى قبل ما انتقل، بس للاسف جات له اصابه صعبه جدا عطلته فتره طويله ورجع بعدها للزمالك. لكن انا بس ادي مثل ليه، هو كابتن جمال يمكن راح انديه صغيره ما خدتوش وكان الكسر تام، انت عارف قصبه عظمه قصبه الرجل دي اتقطم بالكامل بالكامل، وانا كنت بلعب عليه. من الاصابات اللي ممكن اللاعب خلاص ما يرجعش كلاعب محترف بعدها، بس هو كان عنده عزيمه قصار. اتمنى لو انا بمرن لعيبه يكون عندها نفس العزيمه والاصرار. لا اكيد واحد من افضل اللاعبين والمهاجمين في تاريخ مصر ما فيش خلاف عليها، لحد ما رجع وبقى كابتن منتخب مصر في كاس العالم. اكيد اكيد. كابتن محمود كمان هنتكلم عن الجيل الكبير من النجوم والمدافعين اللي كانوا محيطين بيك سواء الاكبر او نفس جيلك اللي شاركت بجانبهم في النادي الاهلي.
خلال مشوارك مع النادي الاهلي، مين افضل ثنائي بجانب محمود صالح، مين اللي كنت بتطمن جدا لوجودهم جنبك في الملعب وحاسس انه متفاهم معهم فنيا لاعلى درجه؟ طبعا في البدايه كان طبعا الكابتن مصطفى يونس والكابتن نمار امام. من ضمننا حماده صدق، كان لعيب رائع هايل اكيد، كمان كابتن حماده صدق صدق من احسن اللاعبين برضه اللي جت في هذا المركز. جيب طبعا كابتن حشيش كان بيلعب في مركز الليبرو وكان ليه دور كبير برضه معانا لسنوات بس طويله، بس كنت صاحب الخبره الاكبر في الوقت ده مع انضمام الكابتن حماده صدقي، كنت اللاعب الاكثر خبره منه في الوقت ده بجانب في النادي على في كمدافعين في الملعب. بس حماده كان اشتراكه عمل ماتشات دوليه كتير اكيد الحقيقة. عمل مشاركات طبعا، شارك في بطولات امم افريقيه يمكن 4 بطولات امم افريقيه يعني. هو يسبقني في المشاركه الدوليه يسبقني في رصيد المشاركات وتاريخ الدوري. طبعا مفيش شك. وبرده مع مين اكتر حارس مرمى كنت بتطمن وهو واقف؟ لا قبل ما انسى بس اللعيب هاني رمزي لعب وهو صغير عندنا قبل ما يلعب كاس عالم برده، شارك معانا في 89 وعمل تاريخ طويل في الاحتراف. هاني رمزي كان معجزه من اول ظهور له مع الفريق الاول في الاهلي بالظبط، بعد سنه واحترف كان معجزه يعني. ومن اكتر اللاعبين نجح في في الاحتراف الحقيقه فترات يمكن 10 سنين او اكتر في الدوري الالماني لا ومن اللاعبين اللي ظهر نجم من اول يوم بالزبط. من اول ظهور له بالظبط، كان سابق سنه الحقيقه وكان مبشر حارس المرمى اللي كنت دائما ابدا تطمئن لوجوده يعني لما يكون هو ده حارس المرمى اللي واقف معاكم في النادي الاهلي. لا خلاف ما فيش شك، هو الاثنين مع بدايه ظهوري كابتن ثابت وكابتن اكرامي. وعلى فكره لما جه كابتن شو انا بتفرج على الماتشات دلوقتي الحقيقه سواء في الماتشات القديمه يعني المسجله، انا كنت بشوف شوبير مثلا 7 من 10، لما ابتديت اشوفه لا انا لا تقييمي ليه يمكن انا كنت ظالمه في مقارنه بين كابتن اكرامي وكابتن ثابت، بس الكابتن شوبير اعتقد ما كانش يقل عنه. حسيت بيه قوي. ثلاث اسماء شايفهم على نفس انا حسيت بيه لما شفته في الماتشات القديمه، حسيت بامكانياته. مين افضل لاعب على الاطلاق شاهدته في الملاعب المصريه عموما؟ افضل لاعب في راي النجم محمود صالح، افضل موهبه في تاريخ كره القدم المصري؟ لا خلاف طبعا كابتن محمود الخطيب مفيش شك، الكل بيجمع دايما على الاسم ده. ده اراء حتى النجوم بتاعتنا الكبيره، وانا يمكن يعني اخد كلمه حلوه قالها كابتن زيزو الحقيقه، قال لك كابتن محمود متميز او متفرد يعني طريقه ادائه ومهاراته واسلوب لعبه شكل الاهداف اللي بيحرزها كان مختلف مش موجوده. هو ذكر لي اسماء ثانيه، ذكر لي الكابتن الاخ العزيز صديقي الكابتن مصطفى رياض الحقيقه ذكره، ذكر الكابتن علي ابو جريشه، نجوم كبار كلهم ذكر الكابتن المرحوم الكابتن رضا. بس لما جه عند الكابتن الخطيب الكابتن قال لك متفرد يعني اكيد حتى اكيد، واجمعت الاراء على انه افضل مهاجم وافضل لاعب في تاريخ مصر على الاطلاق يعني. سريعا هننتقل لمباراه الامس انطلاقه الاهلي الافريقيه، من هو افضل لاعب من وجهه نظر الكابتن محمود صالح في مباراه الامس عشان نشوف التقرير التالي؟ عبد الله السعيد طبعا. عبد الله السعيد. طيب خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير واراء الجماهير عن افضل لاعب في مباراه الامس. انا اتفرجت امبارح على ماتش الاهلي ومنانا، ف كان افضل لاعب يعتبر عبد الله السعيد وازارو ومروان، يعني هم الثلاثه اللي كانوا ليهم ظهور اقوى يعني. اتفرجت على ماتش الاهلي طبعا وانبسطت جدا ان الجمهور رجع لاستاد القاهره، وعجبني اداء الفريق جماعيا، عجبني كمان ثنائيه مروان وازارو. انا رحت الماتش امبارح في الاستاد، الماتش كان جميل جدا. طبعا فرقه منانا فرقه مش قد الاهلي يعني، فرقه لسه تعبانه يعني. افضل لاعب امبارح كان عبد الله السعيد، رغم ان انا كنت متضايق منه يعني، بس هو بصراحه فنيا كان هو اللي داير الماتش كله وكان ماسك الملعب بطريقه ممتازه يعني. فريق الحمد لله ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت ومستمرين ان شاء الله. بالنسبه لافضل فريق بافضل لعيب، انا من وجهه نظري ازارو. كان ماتش من طرف واحد، الاهلي كان مسيطر على كل الماتش، وبالنسبه لي احسن لعيب في الماتش كان عبد الله السعيد، من رغم ضغوطات من الجماهير وانه لسه ما جددش ومش عارف ايه وكده، بس برده كان بيلعب حلو قوي وسجل جونين. الاهلي ادب حلو ومنانا برده فريق حلو يعني ما نستهزأش بيه، وبالنسبه لي كان احلى واحد في الماتش كان جونين اجاي. امبارح كان بيسيطر على الماتش كله، بس منانا بردك فريق قوي بردك ما نستهترش بيه زي ما هو قال. وكان افضل لاعب عبد الله السعيد عشان كان بيعمل اسيستات حلوه، عمل اسيست لمروان محسن عشان وبيعرف يلعب حلو.
كابتن محمود صالح، بشكل عام رأيك إيه في أداء الأهلي وانطلاقته والفوز بربعية نظيفة على منانا في مباراة الأمس وفي انطلاقة الأهلي الأفريقية، ومدى جاهزية الفريق وتكامل العناصر الموجودة عنده حاليا فنيا وبدنيا للفوز باللقب الأفريقي إن شاء الله؟ بداية طبعا في شك، بداية قوية وموفقة، واللي أحب أكد عليه النادي الأهلي بإمكانيات الجهاز الفني وإمكانيات اللعيبة، احنا ان شاء الله قادرين طبعا لاستعاده بطوله افريقيا باذن الله، ونرجع تاني بقى نلعب كاس العالم للانديه ان شاء الله. اصعب لاعب قلت انه كانت المواجهات معاه في تاريخك كمدافع في النادي الاهلي او في منتخب مصر؟ معانا على الهاتف واحد من افضل النجوم على الاطلاق في تاريخ الكره المصريه ونجم النادي الاهلي ونجم نادي الزمالك سابقا ومنتخب مصر، الكابتن جمال عبد الحميد. مساء الخير يا كابتن جمال. اهلا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن جمال، سعداء بمشاركتك معانا يا كابتن جمال. لا انا اللي اسعد طبعا، يعني انت هو بيقول اصعب واحد، انا بقول اصعب واحد، انا اللي بقول بقى اصعب واحد لعبت عليه في حياتي هو الكابتن محمود صالح. ليه كانت المواجهات مع النجم المدافع في هذا الوقت محمود صالح صعبه عليك في الوقت ده يا كابتن جمال؟ بص انا جبت جوال كتير جدا في النادي الاهلي، كان ماسكني مره حماده صدقي، ماسكني مره متهيألي ماهر همام، ماسكني ده بس مر لا مسكني محمد سعد، مسكني ديا السيد، لما عمري ما جبت جول محمود صالح مسكني، لان كنت بخرج اشرب يخرج يشرب معايا، اقول له محمود انا خارج اشرب، يقول لي هشرب معاك. هل كان حفظك فنيا يا كابتن جمال؟ يعني كنت بتجيد التحرك في الملعب، عندك خبرات، بتخطف جون من ربع فرصه، بتجيد العاب الهوا وهيدر ممتاز طبعا، ايه اللي خلى الكابتن محمود صالح يقدر يتفوق عليك في مجمل اللقاءات دي؟ هل حافظ طريقه ادائك ولا بيتعامل معاك بتركيز اكتر من المعتاد في مبارياتكم؟ الاثنين، والثالثه سمع كلام المدرب ان هو بيقول له خليك مع جمال عبد الحميد طول المباراه. هو طبعا لعيب كويس جدا فبيتعامل بمخه، حافظني. ثاني حاجه تحركاتي كان هو حافظها قوي قوي قوي، هو كان دايما ملتزم معايا ودايما لامسني، يعني ما بيسيبنيش مثلا ايه يارديتين، دايما متلامس معايا بايديه بكتفه، عشان كده كنت انا بزهق منه، بزهق لدرجة ان انا كنت نفسه يبطل عشان اجيب جوال. وبعدين محمود من الناس اللي انا بحبها لانه جه معانا منتخب مصر، وحتى الدراسات اللي عملناها دولية عملناها انا وهو مع بعض، سافرنا اوروبا مع بعض. فمحمود ده انا بحبه جدا لانه راجل من احسن المساكين، يعني انا بعتبر ماهر همام ومحمود صالح من احسن المساكين جم مصر معاهم وائل جمعه. كان الماتشات فيها اذى ولا لا؟ الالتحامات كانت مقبوله ولا كانت عنيفه اكتر من اللازم؟ لا 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 صراحه يا كابتن، بصراحه ما كانتش عنيفه، هو كان بيحافظ عليا بس كان بيقطع مني كل الكرات. طب ده مطلوب، ده مطلوب طبعا. انا والله بص انا اول حاجه لما كنت اقرا، انت عارف التشكيل كان بينزل يوم الاربعاء واحنا بنلعب الجمعه، فدايما الجرايد كانت بتجتهد وبتنزل التشكيل. اول ما اقرا مع محمود صالح اقول لهم بس ما تاخدوش مني حاجه الماتش، مش هجيب اجوان النهارده. عموما من دقايق كابتن جمال، كابتن محمود كان بيضرب بيك المثل في الإرادة الحديدية والعزيمة، وقال أتمنى اللاعبين اللي بتولى تدريبهم يبقى عندهم إرادة النجم جمال عبد الحميد اللي رجع بعد إصابة كان ممكن تنهي مشواره كلاعب. وبقى كابتن كاس، أشكرك كابتن محمود. اتفضل يا كابتن محمود. وصل كان كابتن مصر في كأس العالم وتألق بعدها، أشاد بمشوارك كمان بعد العودة من الإصابة. كابتن محمود طول عمره ذوق، طول عمره لعيب محترم، طول عمره من الناس اللي احنا بنحبهم على اساس ان محمود يعني ملتزم في حياته، ملتزم في الملعب، عمره ما غلط في حد، عمرنا ما شفناه عمل مشكله في النادي الاهلي، العب اقعد، يعني اللي قدامك ده محمد حاجه جميله يعني. بشكرك جدا يا كابتن جمال على مشاركتك معانا، نجم الكره المصريه والنادي الاهلي ونادي الزمالك سابقا الكابتن جمال عبد الحميد، ونجم طبعا منتخب مصر الاول لكره القدم، وكابتن منتخب مصر في نهائيات كاس العالم عام 90. شكرا جزيلا لمشاركتك معانا. يعني في اجماع في الاراء يا كابتن محمود ان الناس اللي اتعاملت معاك سواء في الملعب او خارج الملعب مش بتحبك على مستوى تقييمك كلاعب متميز بس او مدافع متميز بس، بيقولوا على المستوى الانساني كنت من الناس اللي التعامل معاهم واضح وصريح ومطمئن ومريح للناس اللي بتتعامل معاك. الحمد لله الناس مبسوطين، يعني الحمد لله من الناس اللي كانوا، يعني كابتن علي ايوب بيقول انا حريص على الابقاء على هذه الصداقه والعشره بعد ما انهينا مشوارنا داخل الملعب كزملاء. الحمد لله، يعني ما فيش شك. طبعا واحد البيت الاسره ليها تاثير كبير في كده، في تكوين الانسان، في تكوين تكويننا يعني.
وما فيش شك القيادات اللي في النادي الاهلي ما فيش شك كان لها دور كبير في كده الحمد لله. فاحنا محظوظين ان احنا يمكن جينا النادي الاهلي بقيمه وقيم الناس الموجوده القيادات اللي موجوده فيه الحقيقه اتعلمنا منهم حاجات كتير، فهم اصحاب فضل علينا برضو يعني لازم نعترف بكده. عندنا بعض الاسئله اللي وصلت لنا، طبعا في مجموعه من الاسئله وصلت من خلال هاشتاج اسال محمود صالح. عندنا سؤال من الاستاذ عبد الحي بيقول عايزين مدافعين كويسين في الفتره الجايه، هل شايف كابتن محمود الاهلي محتاج اضافه في خط الدفاع على العناصر الموجوده؟ هو النادي الاهلي دايما بيبقى بيقتنع باللعيب اللي بيلعب في فترات طويله، هو الجمعه قعد سنوات طويله يلعب، هو دايما النادي الاهلي تقييمه مش عايز اللعيب اللي هو يلعب فتره ويغيب وبعد كده يرجع تاني، عايز اللاعب اللي ثابت في الملعب فتره طويله. اعتقد اللي هيوصل لكده يستمر مثلا 6 مواسم 7 8 مواسم، اعتقد النادي الاهلي بقى عنده تقييم كبير عند جماهير النادي الاهلي. عندنا سؤال اخر من الاستاذ عبده بيقول عايزين تطور كبير وناشئين على اعلى مستوى يصلوا للفريق الاول في النادي الاهلي في الفتره الجايه. نتمنى. وفي نقطه ناقصانا برضه في قطاع الناشئين، الاختيارات والانتقاءات بالسن الصغير لازم يكون احنا نشتغل عليها شويه. يعني اكيد في عناصر الانتقاء لازم نتعب شويه ان احنا نجيب لعيبه صغار السن ويبتدوا يتمرنوا في النادي الاهلي وعندهم فرصه كبيره ان شاء الله في اللعب الفريق. الاستاذ مصطفى بيسال رايك في مستوى الاهلي في انطلاقته الافريقيه في مباراه الامس وفرصه في الفوز بالبطوله الافريقيه. انطلاقه رائعه ما فيش شك. فرص كبيره ان شاء الله نحصل على البطوله وان شاء الله نرجع تاني نلعب في كاس العالم للانديه. حصلنا قبل كده على المركز الثالث ان شاء الله ننافس يعني لو قدرنا يعني نوصل مباراه النهائي بانجاز، واحنا النادي الاهلي بامكانياته اعتقد خلاص بقى فوق المستوى المحلي وفوق حتى المستوى الافريقي. هل يستطيع فريق الاهلي هذا الموسم او من خلال هذه النسخه من البطوله الافريقيه ان يفوز بالبطوله؟ ده سؤال لاستاذ علي. اكيد اكيد زي ما قلت قبل كده بامكانيات الجهاز الفني على راسه الكابتن حسام البدري الحقيقه وامكانيات اللعيبه والطموح شايف كل حاجه يعني متوفره. اداره النادي الاهلي وعندها نفس الطموح وعندها نفس الهدف، دي نقطة مهمة برضو. فإن شاء الله كل العوامل النجاح متوفرة إن شاء الله. أخيرا هنختتم بهذا السؤال، أستاذ إبراهيم بيسأل مين أفضل مدافع حاليا من وجهة نظرك في الدوري المصري ومن المدافع الذي تتمنى انضمامه للنادي الأهلي؟ يعني هو كان الفترة اللي فاتت ما فيش شك ما يعني أو كان موجود أحمد حجازي سواء على مستوى النادي أو على مستوى المنتخب. هو كان متفرد يعني الأفضل متهيألي على الإطلاق الفترة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت هو احمد حجازي ما ظهرش حد بعده لافت للنظر من وجهه نظرك كابتن محمود انه تتمنى انضمامه كمدافع يضيف للاهلي. هي العناصر كويسه ما فيش شك، بس زي ما قلت لك زمان مفيش حد متفرد بينهم يعني احنا متعودين احنا ليه بنتكلم مثلا زمان على ربيع ياسين مثلا قعد 12 13 سنه يلعب بشكل اساسي، ليه بنتكلم مثلا على كابتن مصطفى عبده اللي قعد 17 18 سنه يلعب بشكل اساسي. ف هو ده اللعيب اللي بيقدره فعلا جماهير النادي الاهلي ان هو يستمر اطول فتره ممكنه يلعب مواسم طويله زي ما قلت يلعب 8 مواسم 10 مواسم ده اللي بيبقى عنده بيبقى ليه تقدير عند جماهير النادي الاهلي. كابتن محمود اسعدتنا جدا بوجودك معانا النهارده، بنتمنى لك كل التوفيق في قطاع الناشئين وخطط عمل تؤدي الى نتائج ايجابيه واكثر من رائعه تضيف للفريق الاول وللمنتخبات الوطنيه في مختلف المراحل، وان شاء الله يكون ده جزء من منظومه التطوير في الرياضه وفي كل القطاعات قطاعات البطوله والقطاعات الخدميه كل ما يجري العمل على تطويره داخل النادي. نجم منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا ونائب مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي الكابتن محمود صالح، انا بشكرك جدا على الله يخليك كابتن، سعيد جدا ان انا معاك يعني ربنا يخليك. ميرسي يا كابتن محمود، وان شاء الله تتكرر اللقاءات ونتابع من خلالها في الفتره الجايه كل ما تحققوه من برامج عمل مستهدفه في النادي ممكن تخلي قطاع الناشئين ومنظومه كره القدم بشكل عام اكثر تطورا في الفتره الجايه. ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من حلقات الاهلي يحاور، بنشكر نجمنا الكابتن محمود صالح، بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.